كده الدفعه الثانيه ثانوي لسنه 2023 يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال وتكون الأمور معاكم ماشيه تمام وماشيين في الامتحانات بتاعتكم كويس النهارده هننزل لحضراتكم فيديو حل الملزمه بتاعه المراجعه النهائيه اللي انتوا خدتوها عشان يبقى سعادتك معاك الملزمه ومعاك البي دي اف بتاع الموديل انسر ومعاك كمان فيديو لحل الملزمه عشان لو في اي سؤال وقف قدامك تقدر تبص على الملزمه وتقدر تشوف الفيديو وتقدر تستنتج كل الاجابات اللي انت عايزها وتفهم الصح ايه والغلط ايه وان شاء الله باذن الله ليله الامتحان هننزل لحضراتكم فيديو اكزامز بتاعه المعاصر محلوله عشان تقدر تتدرب على الامتحان وشكل الامتحان ولكن طبعا المعاصر الفيديوز اللي فيه الاسئله اسف اللي في الامتحانات مش متشال منها الحاجات المحذوفه لان هم حذفوا الحاجات دي مؤخرا فتلاقينا بنحل الاسئله كامله وبالتالي ان شاء الله نقدر نساعدكم ان انتم تفهموا كل حاجه في الامتحانات وبتمنى لكم كل التوفيق يلا بينا نبدا مع بعض فيديو حل المراجعه النهائيه يلا بينا نبدا مع بعض حل ملزمه المراجعه طبعا في بعض الاسئله حلناها مع بعض في السنتر ولكن في بعض الاسئله الثانيه اللي كانت واجب على حضراتكم في البيت عشان تتدربوا لحد ليله الامتحان عشان تقدروا ان انتم تستوعبوا وتفتكروا اكتر عدد من الافكار بحيث ان انت تعرف تتعامل مع الامتحان معامله جيده الملزمه كانت متقسمه تشابتر 3 وتشابتر 4 بالنسبه لتشابتر 3 حلينا لحد اعتقد سؤال 25 نيجي بعد كده من اول سؤال بقى 25 بيقول لحضرتك which of the following compounds its solution is characterized by its ability to conduct electricity عشان يكوندكت الالكتريستي لازم يكون ايونيك وعشان يبقى ايونيك لازم يبقى بين ميتال ونون ميتال فالاجابه الوحيده اللي كانت بين ميتال ونون ميتال هي الاجابه بي ده بالنسبه لسؤال 25 نيجي بعد كده لسؤال 26 بيقول لك in terms of the opposite table which of the following bonds is more polar more polar يعني عندها high difference in electron negativity وبالتالي سعادتك تختار اعلى difference في النيجاتيفيتي موجود ولو حضرتك حسبت النيجاتيفيتيز اللي موجوده هتلاقي اعلى نيجاتيفيتي في الاجابه C نظرا لان C هي اكسجين مع هيدروجين هتلاقي الاكسجين ب 3.5 والهيدروجين ب 2.1 فاعلى نيجاتيفيتي هتلاقيها في difference ما بين الاثنين كان 3.5 2.1 حوالي 1.4 ودي اعلى نيجاتيفيتيز موجوده أو أعلى فرق في النيجاتيفيتيز موجوده ما بين البونز اللي موجوده بعد كده سؤال 27 بيقول لحضرتك all the following molecules are polar except كل الحاجات الاتيه بولر ما عدا لو تفتكر ال CH4 ده اصلا كان نون بولر من المنهج اللي هو الميثان وده كان المثال على النون بولر كومباوندز اما الباقيين كلهم هتلاقيهم بولر polar وفيهم polarity نتيجه الـ high difference ديفرنس electron نيجاتيفيتي بعد كده سؤال 28 which of the follow which of the halogen atom اللي هو فلورين وكلورين وبرومين وايودين that surround the carbon atom in the opposite compound attract the bonds electron more يعني بتشد الالكترونز بقوه اكتر طبعا اتفقنا اعلى واحد في شد الالكترونز هو كان الفلورين نتيجه انه عنده اعلى الكترون نيجاتيفيتي في الكيمستري كلها 29 بيقول له which of these bonds is more polar يعني عنده high difference electron negativity لو حسبت هتلاقي اول واحده اللي هي النيتروجين مع البي اي الاثنين بزمس الاثنين هتلاقيهم اعلى فرق في النيجاتيفيتي كان بحوالي 2.12 1.2 وده الفرق اللي ما بين الاثنين بعد كده نيجي لسؤال 30 ده حلناه مع بعض في السنتر نيجي بعد كده لسؤال 31 ذا مولكيول اوف ذا ايلمنت ويتش ان الكترونيك كونفيجريشن 1s2 2s2 2p6 كونسيست اوف كام atom؟ طبعا لو حضرتك جمعت عدد الالكترونز ده هتلاقيه 10 وبالتالي لو انا عندي اتوم مثلا اتوميك نمبر 10 اللي هي توزيعتها 28 8 فطبعا ده نوبل جاز وطالما نوبل جاز فبالتالي ما بيتفاعلش مع حد ويبقى الاتوم بتاعته واقفه لوحدها عشان كده بيتكون من 1 اتوم اونلي بعد كده سؤال 32 برضه حللناه مع بعض في السنتر نيجي لسؤال 33 بيقول لك وات از ذا نمبر of the lone pair of electrons on arsenic atom اللي هو ال AS33 in arsine طبعا الارزينك مش هتقعد بقى توزعه عشان تحسب اللومبير الأرزنك كان في نفس الجروب بتاع النيتروجين هو لايك like نيتروجين وبالتالي النيتروجين لما كنا بنرسمها كان بيبقى حواليها دايما 5 دوتس فبالتالي هتلاقي الارزينيك برضو حواليه 5 دوتس ماسك في ثلاث اتشات ادي اتش الناحيه دي وادي اتش الناحيه دي وادي اتش الناحيه فهتلاقي النيتروجين عندها لومبير نفس الكلام في الأرزنك هتلاقيه برضو عنده 5 دوتس وماسك في الثلاث اتشات فبرضه هيبقى عنده لومبير موجوده فهو برضه 1 لومبير فيبقى الارزينك زي النيتروجين الاثنين في نفس الجروب بالظبط 34 صوديوم كلورايد از ايونيك كومباوند وايل هيدروجين كلورايد از ا كوفالنت كومباوند ليه طبعا الكلورين كده كده نون ميتال ايه بقى اللي يخلي الهيدروجين كلورايد ده كوفالنت نظرا لان الهيدروجين نفسه كمان يعتبر نون ميتال وبالتالي الاجابه بيه هي اصح اجابه في الاختيارات الموجوده لان نون ميتال معناتها دايما يعمل كوفالنت نيجي بعد كده لسؤال 35 برضه حليناه في السنترز مع كل الناس نيجي لسؤال 36 بيقول لك which of the following includes ions and atoms whose valence shell يعني اخر energy level contain 8 electrons لو حضرتك وزعت الاختيارات اللي قدامك هتلاقي الاختيار الوحيد هو الاختيار دي اشمعنى؟ نظرا لان s نيجاتيف 2 يعني s عامل جيننج ل 2 الكترون هو اصلا اتمك نمبر 16 توزيعته 286 لما يجين 2 يبقى 282 288 الصوديوم Na بوزيتيف هو اصلا 11 توزيعته 2 8 1 لما يفقد هذا الالكترون فيفقد ده فيبقى برضه اخر انرجي ليفل فيها 8 اكسجين نيجاتيف 2 يعني اكسجين عامله gain لاثنين الكترون هي توزيعتها اصلا 2 6 لما يgain 2 الكترونز يبقى 2 8 وبرضه الارجون طبعا لو حضرتك وزعته الارجون 18 توزيعته 2 8 8 فبالتالي كلهم عندهم في اخر انرجي ليفل 8 الكترونز 37 ذا كلورايد كومباوند ويتش دازنت كوندكت الكتريستي مي في دول ما يوصلش الكهرباء كان مثال واضح جدا في المنهج هو الالومنيوم كلورايد لانه كان كوفيلنت كومباوند والفرق بتاع النيجاتيفيتي فيه كان 1.5 فطالما 1.5 يبقى, يبقى هو اقل من 1.7 يبقى هو كوفيلنت فما يوصلش كهرباء اما الباقيين كلهم كانوا بيوصلوا الكهرباء لان هم ايونيك كومباوندز عادي جدا بعد كده سؤال 38 وين تو oxygen اتوم كومباين توجذر تو فورم oxygen molecule ايه اللي بيحصل طبعا لو تفتكر الاكسجين الواحده بيبقى حواليها 6 دوتس والاكسجين الثانيه برضه حواليها 6 دوتس فيبتدي السنجل ده مع السنجل ده يعمل بوند والسنجل ده مع السنجل ده يجوا برضه يعملوا بوند فبالتالي يكونوا بوند ثانيه هنا والسنجل ده كده نمسحه من هنا والسنجل ده نمسحه من هنا فعشان تتكون O2 موليكل لازم كل واحده فيهم تشارك ببوند فبالتالي الاثنين عملوا بوندتين مع بعض فأصح إجابة هتلاقيها موجودة هي الإجابة سي بيقول لك each atom share by a pair of electron، كل اتوم من دول بتشارك ب pair of electron عشان تعمل بندين قدام حضرتك. سؤال 39 بيقول لحضرتك two elements X and Y react together to form a compound X2Y. It dissolves in water forming compound good conductor of electricity. Good conductor زي ما اتفقنا قبل كده يعني إيه ionic؟ عايزين آيونك يعني ميتال ونون ميتال لازم تستبعد الاجابه سي والاجابه دي لان هم كل دول نون ميتالز فبالتالي مش هيعملوا ايونيك فالاجابه الصح هي ايه يا بي ماجنيزيوم كلورايد المغنيسيوم كان فيلنسي 2 والكلورين فيلنسي 1 لو بدلناهم مع بعض هيتكتب ام جي سي ال 2 مش نفس الرول اللي هو عايزه اما بقى صوديوم مع سلفر الصوديوم فيلانسي 1، الصلفر فيلانسي 2، لو تبدلوا مع بعض تكتب N 2 -E S اللي هي X 2 Y اللي هو عايزها، فعشان كده الإجابة B هي أصح إجابة. بعد كده سؤال 40 يقول لك <applause> The opposite figure shows the chemical formula of phosgene, which of the following represent Lewis diagram of this compound. والراجل كتب لك الكومباوند بالمنظر ده. طيب، الكربون والأكسجين والكلورين كلهم non metals فهيعملوا شارج مع بعض، ولكن لو تفتكر دايماً الكربون بيبقى حواليها 4 دوتس بتوعها والاكسجين بيبقى حواليها ال 6 دوتس بتاعها وكل كلورين حواليها 7 دوتس بتاعها فبالتالي هتلاقي اللي هيحصل كالاتي اولا في بونده بين الكلورين والكربون وبونده بين الكلورين والكربون وبعدين السنجل دوت بتاعه الكربون تمسك في الاكسجين والسنجل دوت بتاعه الكربون الثانيه تمسك في السنجل الثانيه بتاعه الاكسجين اللي هي قدامك دي فيعملوا دبل بوند كده فده يبقى المنظر بتاع الكومباوند لما نكسر البوند دي كده وبالتالي تتكون البوندز الاربع بوندات بالمنظر ده فلازم تلاقي كربونيه في النص اكسجين ماسكه من الناحيه دي وكلورينتين من الناحيه دي فبالتالي هتلاقي المنظر الصحيح الوحيد هو يمثل الاجابه دي مش معنى دي اصل الكربون اهي مشاركه ببوند مع الكلورين ومشاركه ببوند مع الكلورين ومشاركه ببوندتين مع الاكسجين والاكسجين عندها اللون بير بتاعها اهم والكلورين كل واحدة عندها ثلاثة الأمبير بتاعها اون فبالتالي أصح إجابة هي الإجابة دي بعدين سؤال واحد وأربعين بيقول لحضرتك which of the following is descending order من الكبير للصغير يمثل arrangement جراديويشن اوف ايونيك كاركتر يعني قوه الايونيك كاركترز اللي موجوده طيب واضح ان هو مديك اجابات كلها فيها كلورين وعندك بقى الروبيديوم والصوديوم والالمنيوم والمغنيزيوم طبعا لو حسبت بس الفروقات ما بينهم في البريودك تيبل لو عندك بريودك تيبل كده هتلاقي الكلورين هنا اهو وبعدين هنا الصوديوم وبعدين هنا المغنيزيوم وبعدين هنا الالمنيوم والروبيديوم تحت كده فاعلى فرق هتلاقيه ما بين الروبيديوم والكلورين وبعدين يجي بعديه على طول الصوديوم مع الكلورين وبعدين الاقل ماغنيزيوم مع الكلورين وبعدين اقل المنيوم مع الكلورين الإجابة الصح اللي تمثل هذه الإجابة من الكبير للصغير هي الإجابة دي هي الوحيدة، طبعا مش مديك نيجاتيفيتيز تستحسب بيها وبالتالي الترتيب الصح طبقا لبعضهم في periodic table هي الإجابة دي. بعدين سؤال 42 بيقول لحضرتك: The following table shows the atomic number of four different elements, which of the following represents the formula resulting from the combination between two elements. طيب الراجل مديك W atomic number 6، على فكرة دي تمثل الكربون والأكسجين هي 8. والسوديوم اللي هي 11 والكلورين اللي هي 17 عايز يعرف بقى مين في دول صح حللت الاجابات كلها هتلاقي الاجابه الوحيده دي هي الصح ليه لان يقول لك واي 2 x عمل Ionic كومباوند ليه بقى لان واي ده الصوديوم والاكس ده الاكسجين واي اللي هو الصوديوم فيلانس 1 والاكسجين فيلانس 2 فلما يتبدلوا يتكتب ان اي -E 2 o فبالتالي يتكتب اللي هو واي 2 x بالمنظر ده وبرضه نفس الكلام يعملوا كوفيلان كومباوند دبليو اكس 2 دبليو اللي هي الكربون مع الاكس 2 اللي هي الاكسجينتين وطبعا ده كان الكربون دايكسايد وفعلا كان كوفيلان كومباوند سؤال 43 بيقول <applause> <applause> لحضرتك <بيقولو حياتك تصفيق> <applause> <بيقولو> a student represents a covalent bonding in three compounds by Lewis <applause> dot diagram الثلاث رسومات دول مرسومين بلوز دوت دايجرام بيقول لحضرتك which choice shows a compound which were correctly represented اللي مرسومه صح بلوز دوت دايجرام البورون طول عمره عنده 3 dots وبالتالي هيشارك بثلاث بوندات مع الهيدروجين ما عندوش مشكله، النيتروجين بقى عنده دايما 5 دوتس ففي لون بير هنا، فهتلاقي ده مرسوم غلط لان اللون بير بتاعه مش موجود، ده مرسوم صح. البي سي ال 5 الفوسفورس طول عمره عنده ال 5 دوتس بتوعه فبالتالي مرسوم صح ما عندوش مشكله، والكلورين مرسومه صح فهتلاقي 1 و 3 هي الاجابه الصحيحه، ده بالنسبه لسؤال 43. بعد كده سؤال 44 بيقول لحضرتك البوند اللي قدامك دي نوعها ايه؟ نوع حقيقي. طبعا نحسب النيجاتيفيتي 3-2.1 فهيطلع ب 0.9 وطالما 0.9 يبقى تطلع بولر كوفالنت. بعدين سؤال 45: if you know that the ال atoms اللي قدامك دي the most polar compound is A. إيه؟ طبعا كلهم مرتبطين مع الهيدروجين فلازم نجيب اكبر مسافه ما بين الهيدروجين والاتمز الاتيه. فطبعا عندك الهيدروجين لو ما عندك periodic table ادي الهيدروجين هنا. وبعدين الكلورين هنا كده يبعد عنه شوية وبعدين قبل الكلورين تلاقي السلفر وقبليه تلاقي الفوسفورس وقبليه تلاقي السيليكون فأبعد واحدة بين الاتش والسي ال عشان فعشان كده الاتش H مع ال هي المور بولر سؤال 46 حلناه مع كل المجاميع يعني نيجي بعد كده لسؤال 47 the following figure represent Lewis electron dot symbol of the four different elements ومديك الراجل ال بالدوتس بتاعته بيقول لك أنا عايز التشويس اللي يمثل الريشيو 1 تو 5 يعني اتوم بتمسك في خمسه اتومز من التانيين طيب طالما اتوم هتمسك في خمسه اتومز يعني هي عندها 5 دوتس فبالتالي ال W عندها 5 دوتس ادي 1 2 3 4 5 عايزه تمسك بقى في خمسه من حاجات تانيه لازم الخمسه التانيين دول يكونوا كل واحده فيهم بتشارك بدوت واحده اللي هي الاكس هي اللي عندها دوت واحده تشارك بيها فعشان كده الريشيو الطبيعيه تبقى واحد لخمسه هي دبليو مع اكس ليه؟ لان دبليو ده هيمسك باكس هنا واكس هنا واكس هنا واكس هنا واكس هنا فدبليو تمسك في خمس اكسات فعشان كده نختار الاجابه ايه؟ هي الاجابه الصحيحه في سؤال 47 بعدين سؤال 48 بيقول لحضرتك the hybrid orbital sp is produced from ايه؟ طالما sp يعني بيتكون من واحد s وواحد p فعشان كده اجابه دي اللي هي ال orbital of s with an orbital of p هي الاجابه الصحيحه. بعد كده نيجي لسؤال 49 بيقولوا حياتك which of the following represents the number of each unpaired and the paired electron in structure of الفلورين هي F9 توزيعتها 2 8 7 بالمنظر ده ساعتك لو جيت ترسم الدوتس هتلاقي واحد 2 3 اربعه خمسه سته سبعه فلورين تانيه تمسك فيها ادي F دوت اربعه خمسه سته سبعه فلازم الاثنين يمسكوا مع بعض ببوند واحده كده لان كل واحده فيهم عندها سنجل دوت فبالتالي هتلاقي الكترون واحد عامل بوند وبالتالي عندك ثلاثه لومبيرز ثانيين مش عاملين اي بوندات فعدد الانبيرد الكترونز الالكترونز اللي مش داخله في صناعه البوندات هتلاقيها عندك الانبيرد هما وطبعا هو بيكلمك على الفلورين الواحده فبالتالي انا عندي الكترون هنا في الفلورين مش معمول له بير وسته هم عاملين بيرز فبالتالي يبقى عندي امبير الكترون واحد وسته بير فبالتالي الاجابه دي هي اصح اجابه بعدين سؤال خمسين بيقولوا حضرتك لويس كاسل ثيوري اللي هي الاوكتت رول كان بي ابلايد اون تقدر تطبق على مين سعادتك لو رسمت الحاجات الاتيه هتلاقي البي سي ال 5 هو البي سي ال 3 هو اصح واحد يطبق عليه اللويس دوت دايجرام نتيجه ان البي عنده ال5 دوتس بتاعته ماسك في 3 كلورينات بالمنظر ده فلو حضرتك جيت تعد الالكترونز اللي حوالين البي هتلاقي ادي 2 و2 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 يبقى دول 8 الكترونز فبالتالي ماشي على الاوكتترول وبرده الكلورينات كل واحده فيهم مشاركه ببوند واحده وبالتالي عندهم اللون بيرز بتاعتهم فبرده لو علمت على الكلورين هتلاقي برده حواليها 8 فالبي سي ال 3 هو اصح واحد يبقى يتطبق عليه اللي هو دايجرام بعد كده سؤال 51 بيقول لك The bond in methane molecule are formed due to the overlapping of mean. طبعا الميثان كان بيحصل له هايبريدايزيشن وكانت الكربون الاوربيتال بتاعها اللي هو اسمه SP3 بيمسك في الهيدروجين الاوربيتال بتاعها اسمه S فكان بيتكون ما بينهم البوند بالمنظر ده جوه CH4 فكان بيحصل ما بين ال SP3 وال S بتاعت الهيدروجين. طبعا دي بتاعة الكربون ودي بتاعت الهيدروجين. وبالتالي يبقى الاجابه الصح هي الاجابه A إيه؟ هي الوحيده الصحيحه لسؤال 51. 52 بيقول لحضرتك the hybridization can take place between sub levels مين؟ ال hybridization بيحصل ما بين 2 sub levels قريبين من بعض في الطاقه، طبعا واحد يقول لي 1s و1p دول طبعا ما ينفعوش نتيجه مفيش حاجه اسمها 1p انما 2s و2p دول قريبين جدا من بعض في طاقة في نفس الانرجي ليفل، اما 5s و3d ما تنفعش و4d و5p برضه ما تنفعش. بعد كده سؤال 53 بيقول لحضرتك in the structure formula of the compound what are the number of the valence electron of the elements of the compound which don't participate ما بتشاركش in the forming of bonds عايز ال valence electron اللي ما بتشاركش في صناعه البوندات وتعالى كده واحده واحده معايا ونعدهم مع بعض بالنسبه للبرومين البرومين زي الكلورين عندها 7 دوتس 1 2 3 4 5 6 7 عملت بوند هنا لسه في دول ما شاركوش في حاجه الهيدروجين بتعمل بوند واحدة الكربون بتعمل الأربع بوندات الكربون بتعمل الأربع بوندات أما بالنسبة للأكسجين بيبقى عندها كمان لون بير قاعد ما بيعملش حاجة اتنين اهم والنيتروجين بيبقى عندها الفايف دوتس بتاعتها بالمنظر ده وفي لون بير كمان هو ما بيعملش حاجة فلو عديت سعادتك اللون بيرز اللي ما بيعملوش حاجة أدي هنا اتنين وأدي هنا اتنين واثنين يبقوا كده ستة وكمان ستة هنا يبقوا اتناشر يبقى أنت عندك اتناشر إلكترون ما بيعملوش حاجة ما بيشاركوش في صناعة البونز بعد كده في نزل سؤال 54: the A assumes that the covalent bond is as a result of overlapping of an atomic orbital of one atom which contains a single electron with an orbital of another atom. اللي قالت ان ال single electron بيمسك في ال single electron هي ال VBT اللي هي ال valence bond theory وبالتالي الاجابه B هي الاجابه الصحيحه. نيجي بعد كده لسؤال 55 بيقول لك according to the valence bond theory اللي هي ال VBT which of the following orbital undergo overlapping to form the bromine molecule اللي هي ال Br2 طبعا ال Br2 بيمسكوا بعض البوند واحدة كده هو زي الكلورين بالظبط سعادتك لو وزعت البرومين البرومين لما تيجي سعادتك توزعها بالسب ليفلز هتلاقيها بتنتهي في النهاية بالسب ليفل 4P فبالتالي سعادتك تختار ال 4P هي الإجابة الصحيحة لأن أنت لو وزعتها هتلاقيها 1S2 2S2 2p6 وبالمناسبة البرومين كانت Br35 فبعدين هتلاقيها بتتوزع 1s2 2s2 2p6 وبعدين 3s2 3p6 وبعدين 4s2 3d10 وبعدين 4p5. فبالتالي هتلاقي بتنتهي بال 4p وال 4p ده لو حضرتك فتحته تلاقي 5 الكترونز 1 2 3 4 5 فبالتالي يبقى عنده سنجل الكترون هنا يشارك في صناعه البوند وبالتالي السب ليفل 4p هو اللي هيصنع البوند طبقا لل بي تي 56 بيقول لك كوسل اند لوز كان بي ابلايد اون مين كوسل اند اللي هي الاوكتت رول تتطبق على مين حلينا سؤال شبهه قبل كده اللي هو البي سي ال 3 هو الوحيد اللي شغال باقيين كلهم ما ينفعوش لان مش هيبقى حواليهم 8 57 بيقول لك ذا فولوينج compound از هالوسان كومباوند اول مره تسمع عنه بيقول لك ذا موست بولر بوند اكتر بولر بوند از مين اتفقنا طبعا كل البوندات اللي قدامك فيها كاربونز فالكربون مع مين يدي اعلى نيجاتيفيتي وموست بولر طبعا اتفقنا ان الفلورين لو موجوده في اجابه لازم اختارها لان الفلورين بتدي اعلى نيجاتيفيتي وبالتالي يبقى عندها اعلى ديفرنس فبالتالي تبقى هي الموست بولر فعشان كده نختار الاجابه اللي فيها الفلورين هي الاجابه بي بعد كده بيقولوا, بيقولوا حضرتك 58 بيقول لحضرتك which of the following compound doesn't obey the octet مين في دول مش هيمشي على الاوكتيترول لو سعادتك وزعتهم كلهم هتلاقيهم بيمشوا ما عدا سي اشمعنا بقى ما عدا سي اصل الايودين ده عنده 7 دوتس زيه زي الكلورين بالظبط بالمنظر ده فالراجل ده لو هيمسك في ثلاث افات سي ادي فلورين اهي وادي فلورين اهي وادي فلورين اهي تعالى كده اعد الالكترونز اللي حوالين الايودين هتلاقي ادي 2 و2 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 يعني حوالي 10 الكترونز وده كده ما بيمشيش على الاوكتترول بعد كده سؤال 59 بيقول what is the number of single electrons in excited carbon atom ال excited carbon atom اللي هي بتبقى عبارة عن C6 توزيعتها 1S2 2S2 2P2 لكن لما بتبقى excited ساعتها ادي الاوربيتال orbital بتاع 2S وادي الثلاثة orbitals بتوع ال P لما بتكون excited في electron من هنا بينط يقعد هنا فساعتها ده بيتشال كده وبيتحول لهنا فيبقى كده عندك كام سنجل الكترون؟ لازم يبقوا أربعة وهم أربعة قدامك ده في حالة الإكسايتد كربونات بيبقى فيها أربعة سنجل الكترون أما الأكس... الأن إكسايتد بيبقى فيها اثنين بس. بعد كده سؤال 60 بيقول لك The hybridized orbital SP3 are produced of overlapping of mean طالما SP3 يعني واحد s و و3P فعش كده سعادتك الإجابة الوحيدة الصح بالنسبة لك هي تبقى الإجابة C اللي هو أوربيتال من ال S و3 أوربيتال من البي 61 ون هايبردايزيشن از اس بي 3 ذا موليكول تك شيب اي طبعا الاس بي 3 ده زي الميثان ch 4 والميثان كان عباره عن شكل رباعي كان شكل رباعي اللي هو بيقولوا عليه التترا هيدرون شيب فعشان كده اي حاجه عندها اربعه بونز او عندها شكل رباعي بالمنظر ده نقول عليها تترا هيدرون شيب 62 ذا شيب اوف هايبردايزد اوربيتال ماست بي ايه الهايبردايزد اوربيتال عمرها لا كانت سفير ولا كانت دمبل دايما بتبقى بروتروتد اللي هي الاشكال البرزه بالنسبه بعد كده ل 63 بيقول لك اس بي 2 hyperdized اوربيتال ار ميكسينج اوف ايه طبعا اس بي 2 يعني 1 اس و 2 بي اللي هي الاجابه ايه في سؤال 63 نيجي بعد كده لسؤال 64 بيقول لحضرتك The octet rule cannot be applied on PCL5 because the atom of phosphorus is surrounded by how many electrons؟ رسمنا ال PCL5 قبل كده وده كان سبب اعتراضنا على ال-octet rule لأن هي لما مسكت في الخمس كلورينات أصبح إن الفوسفورس حواليها زي ما حضرتك شايف 10 electrons وبناء عليه الإجابة 10 هي الإجابة الصحيحة. بعد كده نيجي لسؤال 65 بيقول لك the HF covalent bond is formed as a result of overlapping mean orbital من الفلورين. هذا سنجل الكترون وز مين اوربيتال اوف الهيدروجين؟ لو سعادتك وزعت الفلورين توزيعتها 1s2 2s2 2p5 فبالتالي ال p عندنا متوزعه كده 1 2 3 4 5 فعندك ادي الpx وادي الpy وادي الpz فعندنا اوربيتال من ال pz في سنجل الكترون وبعدين تيجي الهيدروجين بال1s بتاعها اللي فيها الكترون واحد في سنجل يمسكوا في بعض ويعملوا بوند بالمنظر ده. وبناء عليه البوند اتكونت ما بين PZ وال 1S، فعشان كده ساعدتك تختار ال 2PZ وال 1S اللي هي الإجابة C في سؤال 65. بعدين سؤال 66 بيقول لك The stereo structure of اللي هو CH4 طبعًا أشهر واحد التتراهيدرون اللي هو رباعي الأنجل ذا The Angle in Methane Molecule is Cam طبعًا الأنجل بتاعت بتاعة الميسان كانت طول عمرها 109.5 قبل عليها 109 degrees 28 minutes. بعد كده 68 لويس اند كاسل can كان بي on اون اول اوف ذا except اكسبت لويس وكاسل بتطبق على كل الحاجات الاتيه ما عدا طبعا البورون ترايفلورايد هو كان اشهر الامثله هو الفوسفرس كلورايد اللي مش عليهم الاوكتاترول فعشان كده البي اف 3 ما بيمشيش عليه الاوكترول انما الباقيين كلهم بيمشوا عادي جدا وبيكملوا ب 8 الكترونز 69 the angle between the bonds in methane molecule is large in order to increase the repulsion between the bonds بيقول لك الانجل ما بين البونز في الميثان هي كبيره عشان تزود الريبولجن لا ده عشان تقلل الريبولجن فعشان كده الإجابة فولس مش ترو في السؤال 69 بعدين سؤال 70 بيقول لك which of the following compounds its correct structure cannot be explained without the concept of hybridized orbital مين اللي ما عرفناش نشرحه من غير الهايبردايزد اوربيتال هو كان الميثان هو اللي ما كانش عارفين نشرحه خالص الا لما عملنا الهايبردايزيشن وطلع ال اس بي 3 71 من امتحانات المعاصر بيقول لك which of the following represent the data 1 2 3 4 في المناظر اللي قدامك دي in the opposite figure اولا واضح كده من قدامي ان التو اتمز اللي ماسكين في بعض دول عاملين شيرنج ما بينهم لانه ما فيش واحده لوز وجين عاملين شيرنج والاثنين مش قد بعض فلازم نختار اثنين نون ميتالز والاثنين مش قد بعض فبالتالي اجابه ايه ما تنفعش لان الهيدروجين هيدروجين اثنين قد بعض اجابه بي ما تنفعش ميتال مع نون ميتال هي الاجابه الصح هي سي يا دي طيب بيقولوا حضرتك بقى في سي مثلا رقم واحد تبقى الفلورين والله ممكن طيب بس في نفس الوقت رقم اثنين تبقى الهيدروجين والله ممكن طيب رقم ثلاثة تبقى بارشل نيجاتيف دي تبقى بارشل نيجاتيف لا هي الهيدروجين قصاد الفلورين عمرها ما تاخد بارشل نيجاتيف لان الفلورين اقوى فالفلورين هي لازم تاخد بارشل نيجاتيف والهيدروجين تاخد بارشل بوزيتيف وعشان كده الاجابه سي كمان ما تنفعش نيجي بقى الاجابه دي ان رقم واحد هي الاتش ورقم اثنين هي الكلورين و3 تاخد بارشل نيجاتيف اه الكلورين اقوى من الهيدروجين طبعا والاتش تاخد بارشل بوزيتيف لان هي الضعيفه فبالتالي الاجابه دي اصح اجابه بعد كده لسؤال 72 بيقول لك the bond in ammonia molecule results from the overlapping of orbital of 1s of hydrogen with the hyper orbital mean طبعا الامونيا هي عباره عن ان ماسكه في سنجل بوندز كده مع الاتشات وبيتبقى لون بير فوق كده دايما طالما عند حضرتك أربعة بيرز حواليك كده فتعتبر على طول ان هايبريدايزيشن اس بي 3 زيها زي الميثان بالظبط طالما عندها اربع اوجه بالمنظر ده وعندها اربع اتجاهات بالمنظر ده متوزعه فيها البونز فبالتالي لازم تكون اس بي 3 هايبريدايزد اوربيتال وكمان عشان كله سنجل هو لا في دبل ولا في تريبل دايما السنجل بونز بيتكون معاها الاس بي 3 ودايما الدبل بوند بيتكون معاها الاس SP2 hybridization ودايما التربل بوند بيتكون معاها الاس SP hybridization فكله سنجل فبالتالي hybridization SP3 like الميثان بالظبط. بعد كده سؤال 73 بيقول لك the hybridized orbital SP2 has the following properties except بيتكون من ثلاثة أوربيتال صح تتراهيدرون مستحيل لأن تتراهيدرون بيبقى SP3 مش SP2 فعشان كده الإجابة ب هي اللي ما تنفعش. 74 in E silene molecule اللي هو السي 2 h 4 اللي هو كان رسمته عامله كده كربونتين ما بينهم دبل بوند وادي الاتش بيقولك لك زيرز الكربون اتوم ايه طبعا ما بين الكربون اتوم في واحده سيجما وواحده باي فعشان كده نختار الاجابه ايه هي اصح اجابه بعدين 75 بيقول لك ذا انجل بتوين ذا هايبردايزد اوربيتال اس بي ان اسيتايلين مولكيول اس طبعا الاس بي الانجل فيهم كانت لينير لان هي كانت 108 180 اسف فبالتالي البونز كانت لينير فعشان كده نختار 180 بعدين 76 بيقول لك the sigma bond between the two carbon atoms of acetylene uh, اللي هي C2H2 arise from the overlapping of mean head by head طبعا السيجما بوند اتكونت ال في الاسيتايلين ما بين هايبريدايزيشن اس بي واس بي الكربون دي كان فيها هايبريدايز اوربيتال اس بي والكربون دي كمان اس بي هو بيتكلم على الكربونتين لما كان بينهم سيجما بوند وطبعا في 2 باي اكيد بس هو بيتكلم على السيجما اللي اتكونت من الاس بي مع الاس بي نيجي بعد كده للسؤال 77 بيقول لك SO3 molecule agree with SO2 with ايه سعادتك لو جيت رسمت ال SO3 هتلاقي S عندها البيرز بتاعتها كده ماسكه في اكسجين من هنا وماسكه في اكسجين من هنا وماسكه في اكسجين من هنا, هنا, هنا الدبل بوند اما ال اس ال 2 هتلاقيها عندها الدوتس هنا والدوتس هنا ماسكه في اكسجين من هنا وماسكه في اكسجين من هنا الاثنين بيتوافقوا مع بعض في ايه الاثنين بيتوافقوا في عدد البيرز ان هم عندهم 3 بيرز قدامك فبالتالي شكل البيرز بلانر تراينجل فعشان كده الاثنين هيبقى عندهم نفس عدد البيرز سواء كانوا لون او دوت او لون او بوند مش فارقه الاثنين زي بعض فبالتالي هتلاقي ان هنا في ثلاثه بيرز قدامك وهنا كمان في ثلاثه بيرز قدامك فالاثنين متفقين في الارينجمنت اوف الكترون بيرز بعد كده 78 بيقول لحضرتك which of the following compound molecules contain two bond بير and two lone بير مين في دول عنده اثنين بوند بير واثنين لون بير ساعتك هترسمهم كلهم لحد ما هتتوصل للاجابه سي الإجابة سي أدي الأس عندها أدي الـ 6 دوتس بتاعتها هتمسك في اتش كده واتش كده فبالتالي هي عندها اتنين لون بير واتنين بوند بير وبالتالي الإجابة دي هي الوحيدة الصح بعد كده 79 according to Vesper theory the presence of four bond pair of electrons around central atom cause the molecule to have any stereo structure طالما عندها أربعة بيرز عندك اتم اسمها إكس. حواليها أربعة بيرز فلازم شكلها رباعي اللي هي تترا shape شيب 80 بيقول لك the central atom in molecule A carries two lone pair of electron انهي واحدة من دول السنترال اتوم فيها عندها two lone pair هترسمهم كلهم لحد ما توصل الإجابة بي اللي هي الكلورين ترايفلورايد ادي الكلورين عندها ال7 دوتس بتاعتها هتمسك في ادي فلورين وادي فلورين وادي فلورين ما هو الكلورين ترايفلورايد وبعدين يتبقى اللون بير ده واللون بير ده فيبقى عندها اثنين لون بير فعلا وبناء عليه الإجابة B هي الإجابة الصح بعد كده السؤال 81 بيقول لك ويتش اوف ذا فالن كومباوند ذا انجل بين ذا بونز از هاير طيب الكربون دايكسايد كان شكله لينير الانجل فيه كانت 180 البي اف 3 ده كان بلينر تراينجل الانجل فيه 120 الكربون تترا كلورايد ده زي الميثان بالظبط انجل 109.5 اما ال ان اف 3 زي ال ان اتش 3 الانجل فيهم كانت حوالي 107 فبالتالي اكبر انجل فين في الكربون دايكسايد اللي كان شكله لينير وده كان موجود في اول درس في تشابتر 3 بعد كده سؤال 82 بيقول لحضرتك what is the sum of number of sigma bonds and pi bonds in the molecule عايز اعد السيجما والباي عايز اعد كل البوندات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بوند سيجما وباي موجودين بعد كده 83 بيقول لك the molecule take a shape when the hybridization of sp3 دايما ياخد التتراهيدرون هيدرون شيب بشكل رباعي 84 بيقول لك what is the value of the angle between the bonds in BF3 طبعا البي BF3 لو رسمته هتلاقي بورون حواليها الثلاث فلورينات بالمنظر ده يعني الراجل ده ينتمي لقاعدة الاي AX3 يعني شكله planar triangle فبالتالي هتلاقي الانجل 120 تبقى للقاعدة دي اللي هي البي BF3 AX3 وبالتالي الانجل فيه تبقى 120 عشان planar triangle بعد كده 85 بيقول لحضرتك what is the change in the value of the angle between the hybridized orbital and the hybridization change from sp3 لsp2 لsp؟ هنا كانت 109.5 هنا كانت 120 هنا كانت 180 فالانجل عماله بتزيد فعشان كده نختار increase هي الاجابه الصح. 86 بيقول لحضرتك the oxygen molecule والنيتروجين molecule والهيدروجين molecule عايز يعرف عدد السيجما والباي بونز اللي حو... اللي ما بينهم قد ايه. Which of the following a choice represents the type of the bonds in oxygen, nitrogen molecule, and hydrogen? Type. طيب الهيدروجين طول عمرها بتمسك بوند واحدة، فهي أكيد سيجما. إنما الأكسجين كانت بتمسك ببوندتين، فأكيد واحدة سيجما وواحدة باي. النيتروجين كانت بتعمل دائما ثلاث بوندات، فأكيد واحدة سيجما واثنين باي. فعشان كده سعادتك تختار أصح إجابة هي الإجابة بي في سؤال ستة وثمانين اللي هي واحدة سيجما واحدة باي، واحدة سيجما واثنين باي، واحدة سيجما بس ما بين الهيدروجينز وبعضها. بعدين سؤال 87 بيقول لك the hybridization carbon in C2H4 is ايه طبعا C2H4 كان الهيبريدايزيشن فيه SP2 والانجل فيه كانت 120 بعدين 88 بيقول لك the stereo structure in BEF2 يمثل انهي قاعده بالابريفيشن طبعا BEF2 ادي ال BE central atom ماسكه في فلورنتين كده فكانت هو AX2 لان عنده central atom واحده واثنين bonded atom اكس 2 هي الاجابه الصح 89 which of the following molecule takes the three base pyramid in the space in stereo structure طبعا عشان يبقى 3 base pyramid لازم يبقى عنده قاعدة AX3E ده طبقا لجدول فيسبر فسعادتك لو شفت مين اللي واخد قاعدة AX3E هتلاقيه الأمونيا اللي هي ال NH3 كان عندها نيتروجين بال 5 دوتس بتاعتها ماسكة في 3 اتشات في الأجناب ولون بير فوق كده فدي تمثل قاعدة AX3 وبالتالي شكل الستيريو structure بتاعها كان 3 base pyramid فعلا بعد كده 90 بيقولك the arrangement of the electron pair in ammonia ترتيب الالكترون بيرز pairs في الامونيا هي عندها اربعة pairs of electron لسه منها ادي بير 2, 3, 4 فترتيب البيرز رباعي هيدرال هي الإجابة الصح بعدين 91 بيقولك the molecule whose abbreviation AX2E2 which of the following choice represents the number of bond pairs and the number of electron pairs طيب اللون بير والبوند بير طالما AX2 يعني في A ماسكه في اكستين وعندها اي2 يعني عندها 2 بيرز لون فبالتالي عدد البوند بيرز بعدد اللوم بير الريشيو ما بينهم 2 2 2 اكيد فبالتالي نختار الاجابه سي هي الاجابه الصح 92 بيقول لك ذ كومباوندز ذات كونتين اونلي 3 بوند بير اند نو لون بير يبقى الشكل بتاعه ايه طبعا 3 بوند بير وما فيش لون بير يعني مثلا ايه ماسكه في ثلاث اكسات كده وما فيش بقى أي لون بير ولا في أي حاجة، فبالتالي ده ياخد قاعدة الاي AX3 فترتيب الالكترونز بتاعته وشكل الكومباوند يبقى بلانر Triangle. بعدين سؤال 93 لك ذا نمبر of bond pair of electron is equal to is equal in the following molecule except عدد البوند بيرز في كل الحاجات الآتية متساوي ما عدا في مين؟ سعادتك لو رسمتهم كلهم هتلاقيهم عندهم اتنين بوند بير ما عدا الـ BF3 هو الوحيد اللي عنده تلاتة بوند بير، آدي البي بتمسك في التلات فلورينات. اما بقى الBF2 ماسك ببوندتين بس والSO2 ماسك ببوند هنا وبوند هنا والH2O ادي الO ماسكه في H هنا وH هنا فبالتالي كلهم عندهم اه بوند بير اتنين بوند بيرز واما الBF3 عنده تلاته بوند بيرز واحد يقول لي يا هو هنا انت ليه قلت اتنين بوند بير قلت لك اي دبل بنعتبرها بير واحد اي دبل بنعتبره بير واحد ففعلا كلهم عندهم اه تو بوند بيرز فقط ما عدا الBF3 94 وات از ذا ستيريو ستراكشر اوف سي اتش سي اتش سي 3 ده زي السي اتش 4 بالظبط عندك كربون ماسكه في اتش وماسكه في 3 كلورينات فده هيبقى شكله رباعي تتراهيدرال عادي زي السي اتش 4 الاثنين زي بعض بالظبط بعدين سؤال 95 بيقولوا حضرتك وات از ذا نمبر اوف ذا lone بير ما هو عدد اللون بير والبوند بير اوف الكترونز ان ذا سنترال اتوم اوف اي اف 2 اي اف 5 اس الايودين زي الكلورين عندها 7 دوتس عادي جدا بالمنظر ده ماسكه في 5 فلورينات فادي فلورين وادي فلورين وادي فلورين وادي فلورين وادي فلورين, فلورين. فكده انت عندك 5 بوند بير و1 لون بير فعشان كده هنختار اللون بير واحد والبوند بيرز خمسه وعشان كده نختار الاجابه ايه هي اصح اجابه في السؤال 95 بعد كده سؤال 96: the arrangement of electron pair on the central atom is being similar to the stereo structure <applause> of the molecule when A. بيقول لك ترتيب الالكترون pair هيبقى زي ترتيب الستيريو structure امتى؟ لما بقاش فيه لون بيرز ساعتها بيبقى الترتيبين زي بعض بالظبط فبالتالي نختار اصح اجابه عندنا وهي الاجابه ايه؟ لما السنترال central ما بقاش فيها اي لون بير ساعتها هيبقى شكل الستيريو structure زي شكل الالكترون بير بالظبط. 97: which of the following Couple of molecules is similar in stereostructure structure ليهم نفس ال ستراكشر لو سعادتك شفت إجابة إيه هتلاقيها الإجابة الوحيدة الصح ليه؟ لأن أنت عندك ال H2O ادي O ماسكة في H2 وعندها اتنين لون بير فهو عبارة عن AX2E2 وده كان شكله انجلر ال CL2 نفس الكلام آدي عبارة عن أكسجين ماسكه في سي ال من هنا وماسكه في سي ال من هنا وعندها برضو نفس ال2 لون بيرس فبرضو ترتيبه اي اكس 2 اي 2 فالاثنين ليهم نفس الستيريو ستراكشر اللي هو الانجلر بعدين 98 بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج بير ار سيميلر ان ستيريو ستراكشر نفس الفكره بالظبط هتلاقي عند حضرتك الوحيده اللي تنفع تبقى اجابه صح وليهم نفس الشكل هو الاجابه سي اللي هو السي سي ال 4 والسي اتش 4 الاثنين هتلاقي ادي سي معاها اربع اتشات اللي هو يمثل AX4 اللي هو التترا هيدرال شيب فالاثنين زي بعض بالظبط. بعدين سؤال 99 بيقول لحضرتك <applause> Which of the following pairs of molecules have linear stereo structure مين في دول لينير اللي, اللي انت عارفه طبقا للمنهج ان الكربون دايسايد كان لينير والبي اف البي اف 2 كان لينير ولو رسمتهم هيطلعوا لينير فعلا وبينتموا لقاعده AX2 فقط لا غير. سؤال 100 بيقول لحضرتك which of the following choice represents the stereo structure of BeCl2 طبعا ال BeCl2 ادي -E. عندها 2 dots بس ماسكه في CL هنا وماسكه في CL هنا فالشكل بتاعهم لازم يبقى لينير فاختار الاجابه لينير فاستبعد الانجلر دي والانجلر دي as well as its polarity polarity relative to H2O طبعا البولاريتي بتاعت ال H2O اكيد مش زي البولاريتي بتاعت ال PCL3 فلازم اختار greater than فبالتالي اصح اجابه تبقى الاجابه ايه مستحيل الاثنين يبقوا إيه يأكلوا اصلا. بعدين سؤال 101 بيقول لك what is the expected structure of hydrazine على فكره بس هو N2H4 طبعا النيتروجين دايما عندها لون بير بيعوج الثلاث بوندات اللي عندها فالنيتروجين دايما الانجل فيها بتبقى 107 فعشان كده لازم اختار الاجابه اللي فيها 107 زي الامونيا اللي عندنا لو تفتكر النيتروجين كان دايما اللون بير اللي فوق ده بيضغط على الاتشات ويأثر على الانجل اللي ما بينهم وكانت 107 في الامونيا فنفس النيتروجين هي هي برضو بتضغط عليها اللون بير اللي بيكون موجود هنا وبرضو الانجل فيها 107 فلازم تختار اللي فيها 107 اللي هي الاجابه دي بعد كده نيجي لسؤال 102 بيقول لك ذا سيجما بوند بتوين ذا تو كاربون اتوم ان ايثايلين الايثايلين يا شباب اللي هو C2H4 كان بيحصل ما بين اوفرلابينج ما بين طيب بيقول لك السيجما بوند اللي هي السنجل بوند اللي ما بين التو كاربون اتمز لو سعادتك رجعت رسمه الهايبريدايزيشن هتلاقيها ما بين الاس بي 2 والاس بي 2 فبالتالي نختار الاجابه سي هي اصح اجابه 103 بيقول لك ان اس بي 2 hybridization ذا ارينجمنت اوف الكترون بير ان سبيس كان شكله ايه؟ في الاس بي 2 كان الشكل بلانر تراينجل عمره ما كان لينير 104: The covalent bond between the two carbon atoms in the molecule of one organic compound is formed a sigma bond and a pi bond. What is the choice which represents the overlapping orbital of these bonds? طبعا ال sigma bond وال pi bond واحد sigma واحدة pi ده كان موجود في الأسيتايلين اللي هو كان عامل كده. وطبعا أنت عارف إن أول واحدة تبقى بتبقى sigma والثانية بتبقى pi. بيقول لك بقى السيجما دي اتكونت ازاي والباي دي اتكونت ازاي لو رجعت رسمه الهايبريدايزيشن في المنهج هتلاقي السيجما اتكونت ما بين اس بي 2 اس بي 2 والباي اتكونت ما بين البي زد والبي زد فعشان كده تختار الاجابه ايه هي اصح اجابه عندنا في هذا السؤال بعدين سؤال 105 بيقول لك وات از ذا نمبر اوف سيجما بوندز ان ذا اوبوزيت كومباوند سيجما اللي هي السنجل اي سنجل بوند سعادتك تبقى سيجما ولكن الكومباوند ده في حاجات مستخبيه لازم سعادتك تفرطها كده وتاخد بالك منها هنا مثلا الكربون دي ماسكه في اتش تين فبالتالي لازم تفرطهم كده تحطها اتش كده واتش كده عشان تبقى فاهم بس اللي حصل الكربون دي كمان ماسكه في اتش الكربون دي ماسكه في اتش تين الكربون دي ماسكه في اتش تين الكربون دي ماسكه في اتش الكربون دي ماسكه في اتش تين تعالى بقى كده نعد مع بعض واحده واحده اولا ادي بوند 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكمان هنا في واحده سيجما 11 12 13 14 15 16 17 18 فلازم سعادتك تختار 18 سيجما هي الاجابه الصح في السؤال رقم 105 اي سنجل سيجما ما تنساش اي سنجل لازم تبقى سيجما ولو مديك حاجه مستخبيه كده زي ما انا وريتك فكها واعرف شكلها عامل ازاي 106 ال sp hybridized orbital are characterized by ايه؟ they are 3 in number لا sp بيبقوا 2 بس they are 2 orbitals اه they are linear اه فعشان كده اختار B and C are correct 107 in acetylene molecule اللي هو C2H2 بيقول لك the two atoms are linked by one sigma and one pi. لا هو كان شكلهم كده ده شكل الكومباوند بالظبط عامل كده طبعا بيبقى في واحده سيجما واتنين باي عند حضرتك وعشان كده the two carbon atoms are linked by 1 sigma and two pi bonds اه هي دي واحده سيجما واتنين باي والتو كربون اتوم ار لينكد باي اس بي هايبرديزيشن فعلا فالاجابه بي وسي ار كوركت فسعادتك تختار في 107 الاجابه دي هي اصح اجابه لان فعلا الشكل هنا كان لين بعد كده نيجي في 108 بيقول لحضرتك which of the following is correct طيب مبدئيا بيقول لك الكومباوند ان اتش 3 ده hybridization فيه في اس بي 3 ما احنا قلنا قبل كده ان ال ان اتش 3 عشان هو نيتروجين ماسك في ثلاث اتشات ومعاه بير فوق فهو رباعي الاوجه فنوعه هايبرتشن اس بي 3 الانجل في 107 اه 107 الاستديو ستراكشر 3 بيس بيراميد اه عنده 1 بير اه عنده 3 بوند بير ايوه الابريفيشن بتاعه ax 3 اجابه صح مليون في الميه فعشان كده نختار اجابه ايه هي الاجابه الصحيحه الباقيين كلهم مش هينفعوا 109 لك which of two molecule have the same stereo structure يعني ليهم نفس القاعدة ونفس الستيريو structure لو سعادتك رسمتهم كده ومليت عينك منهم هتلاقي الوحيدة اللي تنفع اللي ليهم نفس الستيريو structure هتلاقيها هي الإجابة دي ليه؟ لأن البي اي 2 يعني اي كده و اي كده والبي اي سي ال تو ادي بي اي مع سي ال كده و الـ ال كده فالاتنين بينتموا لأي a 2 في نفس الشكل ونفس الابريبيشن فبالتالي الإجابة دي هي الوحيدة الصح. باين كلهم هتلاقيهم اشكالهم مختلفه 110 بيقول لك ذا فولوينج مولكيول كونتين باي بوندز اكسبت كل الحاجات اللي فيها باي بوند ما عدا الباي يعني فيها دبل بوند طبعا الكربون دايكسايد كان كربون ماسكه في اكسجين هنا واكسجين هنا ال N2 كانت عباره عن N ماسكه في ثلاث بوندات ال O2 هي O ماسكه في O دبل بوند الوحيده اللي ما فيهاش باي هي CLS2 اللي هي عباره عن CL ماسكه في S وماسكه في S فبالتالي لو جيت ترسمها بص كده بالراحه ادي القصة اهي عندها ال6 دوتس بتاعتها ماسكه في كلورين من الناحيه دي وكلورين من الناحيه دي كلهم سنجل بوندز ما فيهمش باي لما دي فيها باي ودي فيها باي ودي فيها باي ودي فيها باي, فيه باي كلهم فيهم باي ما عدا ده ما فيهوش باي لان كله سنجل ده بالنسبه للسؤال 110 111 بيقول لحضرتك The opposite figure demonstrates one of the theories which explains the formation of one type of chemical bond. What is the type of the bond and what theory explain it? طيب واضح قوي ان في تو اتمز قد بعض بالظبط عملوا مع بعض شيرنج والشيرنج متعادل ما بين الاثنين فعشان كده نوع البوند لازم يبقى بيور كوفيلا طيب مين اللي قال بقى ان السنجل من هنا بيمسك في السنجل من هنا هي الفيلانسي بوند ثيوري اللي هي الVBT فعشان كده اخترنا الاجابه دي هي اصح اجابه بعد كده نيجي للسؤال 112 بيقول له حضرتك what is the name of stigma and the pi bonds in the molecule of acrylic acid أي compound دي لك عد السيجما وعد الباي أي سنجل سيجما وأي دبل باي طيب ما تنساش بقى أدي واحدة سيجما 2 3 4 5 6 7 وهنا ما بين الأول اتش في بوند دول 8 يبقى كده 8 سيجما طب عدد الباي قد إيه؟ أدي واحدة وأدي واحدة اللي هما الدبل فيبقى واحدة سيجما واثنين باي فالإجابة الصح هي الإجابة سي بعدين بيقول لك السؤال 113 What is the number of hybrid اوربيتال ان موليكيول اوف اسيتايلين الاسيتايلين بيكون فيه كام هايبرد اوربيتال طبعا انا هسال اسيتايلين هو عباره عن كربونتين ماسكين بالتريبل بوند كده لو تفتكر بقى الكربون دي كان عندها اتنين اسمهم اس بي هايبردايزد والكربون دي كان عندها اتنين اس بي هايبردايزد فكده في الليله دي كلها كام في كام هايبردايزد اوربيتال في اربعه هايبردايزد اوربيتال وعشان كده في سؤال 113 سعادتك تختار اربعه هم هايبردايزد اوربيتال في الموليكيول كله لان في اثنين مع الكربون دي وفي اثنين مع الكربونيه دي يبقى هم عدد كله اربعه طو... اربعه اوربيتالز هايبردايزد نيجي بعد كده لسؤال 114 بيقول لحضرتك The following figure shows the angle between the covalent bonds in four different molecules. شكل ال covalent bonds بيقولوا حضرتك في أربعة different molecules بالمنظر ده. طيب، بيقولك angle x is greater than w فين x؟ x اللي هي دي اكبر من w. تمام. وبعدين بيقولك ان angle y اكبر من Z طب تعال نشوف الحاجات المعروفة بالنسبة لنا. دبليو ده اللي هو الميثان CH4 الأنجل فيه كانت 109 ونص، CH3Cl ده ما نعرفوش وY ده الأمونيا 107، وزد دي الميه 104 ونص، لها 105، طيب أصح إجابة بقى بيقول لحضرتك إن آه, هو قال إن X أكبر من دبليو، وقال إن Y أكبر من زد، آه ما هي Y أكبر من زد فعلاً، X أكبر من دبليو، مش عارفين هي كام. اكبر منها بس مش حدش عارف هي كام طيب هنز ذا فاليو اوف اكس is كام فاليو اوف اكس تساوي كام طيب بالراحه بقى كده فاليو اوف اكس اول اجابه بالنسبه لنا هاير ذان ذا فاليو اوف زد باي 4 هي اكبر من زد ب 4 لا هو احنا عارفين ان دي اكبر من دي فبالتالي زد كانت 104.5 ونص فاكيد مش اكبر منها ب 4 طيب هاير ذان فاليو اوف واي ب 13 اكبر من واي ب 13 اكبر من واي ب 13 مفيش حاجه تقول ان دي 120 higher than value of w ب 0.5 اه هي ممكن تفرق عن w بحاجه بسيطه لان هي بس في هنا CH4 انما هنا CH3 ومعاها CL CL ممكن هي تزق اكتر شويه من H فبالتالي فعلا هي اكبر من w ب 0.5 ودي الوحده دي ده اللي تنفع 115 بيقول لحضرتك the molecule the water molecule consists of hydrogen H1 والاكسجين O8 the electrons in this molecule are A طيب هو بيسأل على الووتر طبعا الووتر احنا عندنا O عندها ال 6 دوتس بتاعتها ماسكة في H هنا وماسكة في H هنا فانت عندك اتنين لون بيرز وعندك اتنين بوند بيرز فعشان كده نختار الإجابة C هي الإجابة الصحيحة في 115 نيجي بعد كده لسؤال 116 بيقول لحضرتك 116 عد السيجما والباي عملنا زيها كتير قبل كده ولكن بس في حاجه صغيره عايز افكرك بيها ان الحته دي كده فيها حاجه مستخبيه ليه لان الكربون عاده بتمسك باربع عمودات من بثلاث بوندات فهنا في ثلاث بوندات ما بينهم بالمنظر ده فاحنا اتفقنا اي سنجل سيجما اي دبل سيجما وباي اي تريبل واحده سيجما واثنين باي فسعادتك لو قعدت تعد هتلاقي الاجابه الصح بالنسبه لحضرتك هي الاجابه دي ليه بقى لان هما 26 سيجما و6 باي تعالى كده متاكد حتى من الباي ادي عندك هنا واحده باي واحده باي واحده باي ادي 3 وبعدين ادي واحده كمان يبقوا 4 و2 كمان يبقوا 6 فعلا يبقوا 6 باي هي الاجابه الصح و26 سيجما نيجي بعد كده للسؤال 117 بيقول لك ان ذا فولوينج فيجر وات از ذا مولكيول فورمولا اوف ذا كومباوند برودوس فروم ذا كومبينيشن اوف ذا اتوم اوف اليمنت اكس اند اي واضح كده ان عندي اكستين ماسكين في بعض وماسكه فيهم كل واحده فيها ايه هي فلازم القاعدة تبقى ساعتها x2 a2 لأن هما إكستين ماسكين في a2 فعشان كده نختار x2 a2 هي الإجابة الصح هي الإجابة b بعد كده سؤال 118 بيقولك from the properties of hybridized orbitals sp that z ra orbital بيتميزوا orbitals بيتميزوا بإيه؟ إن هما التلاتة أوربيتلز لأ linear in direction A two orbitals A هما كانوا two orbitals و linear فبالتالي b and c are correct 119 the compounds in which their molecule are bonded by hydrogen bond بيعتمدوا بيه دايما اللي, بيتم... اللي بيمسكوا ببعض بهيدروجين بوند بيعرفوا يدوبوا في المايه بيبقى عندهم هاي بويلنج بوينت بيبقوا اشكالهم مختلفه فبالتالي اول ار كوركت ودي معلومات عن الهيدروجين بوندز مهمه جدا ده الهيدروجين بوند في المايه عنده بويلنج بوينت عاليه بيعرف يعمل اشكال سواء اوبن نت او آه شكل السايكليك او الكلوز رينج او الاشكال اللي احنا خدناها 120 معلش هو بس السؤال هنا بس مطرحها ناحيه ثانيه وات which of the following answers represents the following chemical formula طيب ادي ال compound اللي قدام حضرتك وبيقولوا حضرتك بقى هو عايز يعرف number of carbon and hydrogen sigma bonds وعدد الكربون والكربون باي بوند وعدد الكربون والكربون sigma bond فطبعا تعالى كده نفصصه مع بعض هنا طبعا في اتش وهنا في اتش مكان دي وهنا في اتش مكان دي عشان بس اوضح لك كل حاجه وهنا في اتش مكان دي وهنا في اتشتين مكان, مكان, مكان الاثنين دول وبناء عليه لو انت جيت تعد الكربون مع الهيدروجين ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته لازم تختار الست فهي الاجابه الصح هي سي دي طيب عدد السيجم الباي بوند من الكربون والكربون ادي واحده باي اتنين باي تلاته باي اربعه باي طيب عدد السيجما بين الكربون والكربون ادي واحده اتنين تلاته اربعه خمسه فنختار الإجابة دي هي أصح إجابة موجودة لهذا السؤال والسؤال الفكرة دي كرار كتير وعشان خاطري خلي بالكم منها بتيجي كتير وبيسألوا عليها كتير جدا 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 عدد السيجما والباي 121 بيقول لك which the following compounds doesn't form hydrogen bond مين في دول ما بيعملش هايدروجين بوند؟ هو لازم يكون في هيدروجين بس ما بيبقاش جنبه اتم قويه زي النيتروجين او الاكسجين او الفلورين فمين في دول اللي فيه هيدرو ما واحد من الثلاثه دول الوحيده هي سي هي الوحيده ما بتعرفش تعمل هيدروجين بوند 120 من اكتر الاسئله بتيجي في امتحانات امونيوم هيدروكسيد كونتين ايه انهي بوند رسمناه كتير قبل كده الامونيوم هيدروكسيد هو ال NH4 OH قلتلك قبل كده ما بين ال h 4 بوزيتيف والـ OH نيجاتيف في ايونيك وما بين ال NH3 وال H البوزيتيف الزياده بيبقى في كوردينيت وجوه ال NH3 نفسها اللي هي ما بين النيتروجين والتلات اتشات بيبقى فيه كوفيلان وعشان كده هتلاقي ايونيك وكووردينت وكوفيلن bonds عشان كده نختار الإجابة دي هي الإجابة الصح إن في كل حاجة بعدين 123 بيقول لك the bond between hydrogen and oxygen in water molecule جوه ال water molecule بتبقى polar covalent إنها between the water molecule بتبقى hydrogen bond 124 بيقول لحضرتك the hydrogen bond A بال covalent bond طبعا الهيدروجين بوند bond أطول وأضعف طبعا من ال covalent bond فعشان كده تختار الإجابة A ايه longer بعدين 125 the strength of the hydrogen bond depend على ايه قوه الهيدروجين بوند معتمده على الالكترون نيجاتيفيتيز بتاعه البوند اتوم اللي هي الاجابه ايه هي الاجابه الوحيده اللي تنفع تبقى صح كل ما الالكترون تنتي بتزيد كل ما قوه الهيدروجين بوند بتزيد وطبعا كانوا نيتروجين واكسجين وفلورين مترتبين بالترتيب بعد كده 126 بيقول لك the coordination bond is formed between two atoms one of them is donor and the other one is acceptor وعشان كده الإجابة الوحيدة الصح هي الإجابة إيه واحدة دونر واحدة acceptor ودي الوحيدة اللي كانت بتكون الهيدروجين بوند الكوردينات بوند ياسف 127 بيقول لك the water molecules are attracted to each other by A الwater molecules بتمسك في بعضها بإيه طبعا بهيدروجين بوند أو بيقولوا عليها هيدروجين بريدج 128 The metallic bond is produced from the cloud of A. المتاليك بوند بتتكون نتيجة cloud أو سحابة من الـ إلكترونز اللي هي الفري free valence اللي هي الإجابة دي 129 The metallic bond between aluminum aluminium atom إيه علاقتها لما بين الصوديوم atom؟ طبعًا الـ aluminium ال AL13 توزيعتها 283. الصوديوم ان اي 11 توزيعتها 281 وعشان كده الفالنس الكترونز هنا اكتر من هنا فعشان كده الالومنيوم هيبقى سترونجر ذان الصوديوم 130 بيقول لحضرتك ذا شيب اوف هيدروجين بوند از ايه طبعا بينفع لينير وسايكليك واوبن نت والثلاثه صح والثلاثه اشكال موجوده للهيدروجين بوند 131 بيقول لك امونيا مولكيول كومباين وذ بوزيتيف بروتون اللي هي ال H بوزيتيف باي ايه طبعا الامونيا اللي هي ال NH3 كانت بتمسك في الاتش H بوزيتيف فتعمل لحضرتك ان اتش 4 بوزيتيف وكان بيتكون بينهم كووردينيت بوند او بيقولوا عليها كووردينيشن بوند 132 بيقول لك when atoms of elements with the same atomic number combine together لازم يعملوا ايه؟ لازم يعملوا pure covalent لان الاتنين عندهم نفس الاتوميك نمبر فيعملوا كوفيلنت وبيور كوفيلنت كمان زي الo 2 زي الh 2 133 each of the following compounds can form a coordinate bond except كلهم يعرفوا يعملوا coordinate بوند مع ده لازم عشان تعمل coordinate بوند لازم عندك لون بير ده لو رسمته عنده لومبير وده عنده لومبير وده عنده عند لومبير للاسف ده ده ما عندوش بقى لومبير نتيجه ان ده ايونيك كومباوند اصلا فبالتالي الوحيد اللي مش هيعرف يعمل كوردينيت بوند هو الاجابه بيه بعدين 134 هيدروجين بوند ان اي از سترونجر طبعا الهيدروجين بوند في اللي فيها فلورين اقوى حاجه عشان كده نختار الاتش اف لان الفلورين هو الهايست نيجاتيفيتي 135 بيقول لحضرتك the hydrogen bonds are found between the molecule of all of the following compounds except the hydrogen bond موجودة في كل دول ما عدا واحدة طبعا في ال HF في في, في في ال H في N 3 في في ال H2O في انما ال HCl هي الوحيدة اللي مش هيبقى عندها hydrogen bond نتيجة ان الكلورين مش قوية ما بتعملش hydrogen bond 136 there are A bonds in a sample of water في عينة من المية طبعا اتفقنا ما بين الوتر والوتر في هيدروجين بوند انما جوه الميه الواحده بيبقى في كوفيلان بوند ففي عينه من الميه زيست ميه مثلا بيبقى فيها الاثنين الهيدروجين بوند والكوفيلان بوند فعشان نختار الاجابه دي هي الاجابه الصح بعدين 137 بيقول لك on dissolving HCl gas in water a bond is formed between the positive hydrogen ion and the water molecule is a طبعا الووتر اللي هي ال H2O وال H positive اللي هي الهيدروجين ايون بتاعه ال HCl فهيمسكوا ببعض ويعملوا H3O positive اللي هي الهيدرونيوم ايون وده عن طريق كوردينيت بوند مليون في المية 138 the bond which is formed between water molecules ما بين ال water molecules طبعا هي الهيدروجين بوند 139 the number of valence electrons in a metallic atom plays an important role in the strength of A عدد الفالنس valence electron جوه الميتال بتلعب دور مهم في ايه؟ بتلعب دور مهم في الميتاليك بوند اللي بتكونه هذا المعدن 140 the strongest metallic bond can be, can be found in a piece of A طبعا لو سعادتك وزعتهم هتلاقي السوديوم Na11 281 عنده فيلانس الكترون واحده المغنيسيوم Mg12 عنده 282 2 فيلانس الكترون الالومنيوم بقى هتلاقيه عمهم كلهم هو 283 وعشان كده عنده 3 فيلانس الكترون اكتر واحد على فكره الليثيوم زي الصوديوم مش فارق كتير كده اقوى ميتاليك بوند موجوده عند الالومنيوم 141 بيقول لك ذا ويتش اوف ذا فولوينج كومباوندز انكلود بوث ايونيك اند كوفيلنت مين في دول عندهم ايونيك وكوفالنت طيب اللي عنده ايونيك وكوفالنت تعالى نشوف مع بعض نيتروجين دايوكسيد نيتروجين نون ميتال والدايوكسيد نون ميتال فبالتالي ما عندوش ايونيك ده عنده كوفالنت امونيوم سلفيت اه امونيوم سلفيت NH4 O2SO4 طبعا ما بين البوزيتيف والنيجاتيف في ايونيك جوه بقى الامونيوم دي في Coordinate وفي كوفالنت فعشان كده تختار الاجابه بي هي الاجابه الصح اللي هتلاقي فيها ايونيك وفيها كوفالنت ما بين النيتروجين والهيدروجين جوه الامونيا نفسها في كوفالنت بوند فعشان كده في 141 الاجابه بي هي الاجابه الصح نيجي بعد كده للسؤال 102 بيقول 142 بيقول لك the following group are characterized for some chemical compounds العلامات اللي قدامك دي what are the group whose presents results in the linkage of the molecules the same compounds to each other by hydrogen bond مين في دول ينفع يكون لك hydrogen بوند؟ فانا الhydrogen بوند بتحصل لما يكون في إتش جنبيها اتم قوية زي النيتروجين او الاكسوجين او الفلورين طيب هنا في هيدروجين جنبيها اكسجين بالظبط وهنا في هيدروجين جنبيها اكسوجين هنا في اكسجين بس بلح وهنا في اكسجين بعيد عنها الهيدروجين بلح وبالتالي ينفع يكون هيدروجين بوند هو واحد واثنين فقط لا غير اللي هي الاجابه ايه 143 بيقول لك الامونيا اين والهيدرونيوم اين سيميلر ان ايه الاثنين زي بعض في ايه هل هما انينز الانينز دي حاجات نيجاتيف فهم لا مش انينز كونتين اونلي كوفيلان بونز لا دول فيهم كوردينيت بوند ار اوكسيدايزنج ايجنت ما لهاش علاقه بالموضوع كونتين ا بوند باي ا لون بير اوف الكترون اوف ون اوف اتوم اه هي في بوند اتكونت عن طريق اللون بير اوف الكترونز اللي جواها نتيجة إن عندها لون بير عملت بيه بوند والأكسجين كان عندها لون بير عملت بيه بوند مع الإتش بوزيتيف الزيادة فعشان كده الإجابة دي هي أصح إجابة ما بين الاثنين. 144 بيقول لك الميتاليك بوند تعتبر أيونيك لا بولر لا إلكتروستاتيك بوند أه هي إلكتروستاتيك بوند تعمل ما بين الإلكترونز وبعضها اللي في الكلاود اللي ما بين الميتالز 145 بيقول لحضرتك which of the following compounds include ionic or covalent only فيهم ionic or covalent بس طيب كالسيوم برومايد لا كالسيوم ميتال وبرومايد نون ميتال فبالتالي ده ايونيك صوديوم كربونيت صوديوم مم كربونيت ممكن نشك فيه على فكره ميثان لا ده كوفيلان بس ch اتش 4 امونيوم كلورايد الامونيوم كلورايد اللي هو ال nh 4 cl ده درسناه مع بعض قبل كده كان في ايونيك وكان في كوفيلانت وكان في كووردينيت لا ده كمان مستبعد الصوديوم كربونيت هو الوحيد الصح ليه بقى السوديوم كربونيت هو Na2CO3 ما بين البوزيتيف والنيجاتيف في ايونيك جوه بقى ال CO3 كربون مع اكسجين ده كوفيلنت فعشان كده نختار الاجابه B هي الاجابه الصحيحه نيجي بعد كده ل 146 which of the following represents the number of hydrogen atoms required to fulfill the proper number of bonds in the opposite molecule and the number of electron lone pair in the molecule طيب بيقول لك كل اتم من دول محتاجه كام هيدروجين تكملها وبعدين يبقى عندها كام لون بير بعد ما يكملها الهيدروجين اولا الكربون احنا عارفين بتعمل اربع بوندات دايما ما بقاش عندها اي لون بير النيتروجين بتعمل ثلاث بوندات ويبقى عندها لون بير فكده الكربون دي عشان تعمل اربعه محتاجه اتشتين الكربون دي محتاجه إتشتين والكربون دي محتاجه إتشتين النيتروجين بقى عاملة بوند هنا وبوند هنا ناقصها H واحدة بقى عندها لون بير يبقى كانت انت محتاج كام إتش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة اتشات ويبقى عندك لون بير واحد وعشان كده تختار الإجابة دي هي الإجابة الصح للسؤال رقم مية بعدين 147 بيقول لحضرتك What is the scientific explanation for the fact that the melting point of lithium 181 higher than melting point of sodium 98 ليه الليثيوم ميلتنج بوينت بتاعته اعلى من السوديوم وتعالى كده نشوف الاختيارات واحده واحده مع بعض بيقول لحضرتك ذا نمبر اوف فيلنس الكترون ليثيوم از هاير ذان سوديوم لا طبعا ده الليثيوم يا شباب كان 3 2 1 والسوديوم كان 11 يعني 2 8 1 فالاثنين زي بعض نمبر اوف فيلنس الكترونز السوديوم از مور اكتف ذان ليثيوم ما هو السوديوم اكتف فعلا زي الليثيوم فبالتالي مش هينفع يبقى اقل منه السوديوم از سوفتر ذان ليثيوم لا the attraction force between the positive ions and the electron cloud which surround are stronger in lithium than sodium فعلا اصل الراديوس بتاع الليثيوم اصغر من الصوديوم فعشان كده يبقى انشف منه شويه ويستحمل حراره اكتر منه شويه عشان كده الليثيوم اقوى من الصوديوم المسافه فيه صغيره فبالتالي يبقى عنده بوند قويه والاتراكشن ما بين الالكترونز ال ال وبعضها والايونز وبعضها يبقى قوي جدا بعد كده 148 بيقول لحضرتك In some chemical reactions, the chemical conversion may take place في تغيرات ممكن تحصل في الرياكشنز اللي قدام حضراتكم دي وبالراحه بقى واحده واحده بيقول لك وات از السيميلاريتي بتوين ذيس تو كونفرجن ايه السيميلاريتي اللي حصلت ما بين الاثنين دول طيب تعالى كده بالراحه وبشويش ونشوف القصه ماشيه ازاي هنا عندك ال NH4 بوزيتيف بقت NH3 يعني ده كان NH4 ماسكه في اربع اتشات كده وهنا كانت NH3 يعني N ماسكه في ثلاث اتشات وفي لون بير هنا موجود طيب ده التغير اللي حصل هنا يعني في لون اتشال من اللعبه طيب الانجل هنا اكيد 109.5 انما الانجل هنا هتلاقيها 107 فالانجل تعتبر قلت شويه طيب نيجي بعد كده للناحيه الثانيه سي 2 اتش 4 ده لو رسمته هتلاقيه بالمنظر ده اللي هو الايثين الانجل فيه كانت حوالي 120 بسبب الدبل بوند اللي فيه انما ده في سنجل سي معاه هنا التلات اتشات ومعاه هنا التلات اتشات لان كله سنجل بونز فالانجل هنا تلاقيها مية وتسعة ونص يعني كده برضو الانجل قلت فواضح بقى ان التغير اللي حصل بين الاتنين ان الانجل فيهم قلت فكده لون بير اوف الكترون اس فاوند اون بوست برودكت لا اوكسديشن نمبر اوف الاليمنتس تشينج ان ذا بوست برودكت لو حسبت الأوكسيديشن نمبر في الاتنين مش الاتنين اتغيروا The angle between the reactant bonds decrease. The angle قلت ما بين الاثنين. اه بصراحة بقى الانجل قلت في الاثنين. هنا الانجل كانت 109.5 بقت 107. هنا الانجل كانت 120 بقت 109.5 عشان ده الكان. وبالتالي كله سنجل بونز وبالتالي يعتبر زي الميثان بالظبط. نيجي بعد كده للسؤال 149 بيقول له حضرتك which of the following graphical figure represent the relation between the number of valence electrons in some atom and the number of hydrogen atom may bind to this atom طيب عايز عدد الفالنس الكترون وعلاقتها بعدد الهيدروجين طيب لو حضرتك عارف الهيدروجين دايما بيمسك ببوند واحدة فبالتالي انا لو عندي مثلا فالنس الكترون واحد هحتاج هيدروجين بوند واحدة طب لو عندي اثنين فالنس الكترون هحتاج اثنين هيدروجين وهكذا فبالتالي نيجي مثلا لأول جراف بيقول لحضرتك لو عندي 4 فيلنس الكترون هحتاج 4 اتشات اه ما انا لو عندي مثلا كربون عندها 4 فيلنس الكترون تحتاج 4 اتشات طيب لو عندي بقى 5 فيلنس الكترون هحتاج 5 اتشات لا ثانيه معل انا لو مثلا عندي اتر اسمها اكس توزيعتها مثلا 2 تو و 5 فلو عندها هنا 5 فيلنس الكترونز يعني هي ناقصها 3 الكترونز بس فهتحتاج 3 اتشات بس يمسكوا فيها طيب فبالتالي الاجابه دي غلط increasing لا increasing لا هي واحده في دول اللي صح طيب بيقول لك لو انا عندي 4 فيلنس الكترون احتاج 4 اتشات اه لو عندي 5 فيلنس الكترونز احتاج 3 اللي هي اقل شويه اه لو عندي 6 احتاج 2 ولو عندي 7 احتاج 1 ولو عندي 8 محتاجش خالص اه فعلا صح ان انت لو عندك مثلا نوبل جاز سي زي الارجون مثلا اي ار 18 اي 288 فمش محتاج ولا هيدروجين اه تمسك فيه لا مثلا لو انت محتاج كلورين عندك كلورين سي ال 17 287 اه انا مثلا احتاج هيدروجين واحده تمسك هنا لان انا محتاج الكترون واحد وهكذا فبالتالي الإجابة سي هي أصح إجابة والإجابة دي طبعا ما تنفعش لنفس الغلطة اللي قلناها في الأول أنا عندي خمسة فيلانس إلكترون هحتاج عليهم خمسة هيدروجين مستحيل مش هيمسك فيها أصلا فبالتالي الإجابة سي هي أصح إجابة في 149 بعدين نيجي سؤال 150 بيروح حضرتك 2 elements x و y the quantum number of the last electron of both of them are كذا وكذا لو تفتكر موضوع ال quantum numbers بتاع الترم الأولاني بيقولك لك so the chemical formula of the compounds is تعال نحللها بس واحدة واحدة طبعا لو تفتكر ال quantum number أو رقم ال وبعدين ال وبعدين ام ال وبعدين ام اس فاتوم اكس دي مثلا هي في ان ب 3 يعني اخر إلكترون ده في الليفل الثالث ال ب 1 يعني في 3 بي وطبعا ام ال بنيجاتيف 1 لو افتكر البي كنا بنعملها كده فاخر الكترون ده في ام ال بنيجاتيف 1 طبعا دي كانت 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 فهو في نيجاتيف 1 يعني هو هنا وبنيجاتيف هاف يعني باصص لتحت فاكيد في الكترون 2 3 وده اخر الكترون يعني في دي فيها 4 فلو سعادتك جيت تعرف الاتوم دي مين هتلاقي بقى اكيد الالكترونز اللي بلاها كلها موجوده 1s2 2s2 2p6 3s2 وبعدين يجي 3p4 فلو جمعت الاتوم دي كده هتلاقي ان اكس هي اتوميك نمبر 2 و2 و6 10 و2 12 و4 يبقوا 16 يبقى دي 2 8 6 يبقى دي كده زي السلفر بالظبط طيب يبقى اكس دي ممكن تعتبرها سلفر لو عايز لان هي فعلا تمثل السلفر اما بالنسبه لواي برده ادي الان وادي الال وادي الام ال وادي الام اس فلو جينا نحسبها كده بالراحه هتلاقيها الان ب3 الال ب0 يعني في ال3 اس والام ال طبعا الاس ده كان عنده اوربيتال واحد بوست هاف يعني هو الكترون واحد بصل لفوق كده يبين تيب 3S1 ده هتلاقي قبليه بقى 1S2 2S2 2P6 كل دول موجودين تيب 3S1 على فكرة كده لو جمعت الاتوم دي كده هتلاقيها اتوميك نمبر 11 فمثلا لو قلنا ان دي واي فواي دي اتوميك نمبر 11 ده اللي هو يمثل الصوديوم على فكرة توزيعته 2 8 1 فواي ده زي الصوديوم بالظبط فمن الاخر بقى بيقول لحضرتك اكس وواي لو مسكوا بعض يعملوا ايه طيب ادي صوديوم وادي سلفر سوديوم فيلانسي سلفر فيلانسي 2 نبدلهم تتكتب Na2S وبناء عليه سعادتك تختار انهي اجابه هي الاجابه الصحيحه هي تمثل الاجابه B اللي هي Y2X اللي هي Y2X لان السوديوم كانت Y و X كانت سلفر فهي Y2X فعلا هي الاجابه الصح بعد كده سؤال 151 بيقولوا حياتك ذا element X Y Z W their electronic configuration are ended by الحاجات اللي قدامك دي طيب x انتهت بال 4s1 لو وزعتها وجربت هتلاقيها عند حضرتك دي تمثل البوتاسيوم k 19 3s2 ده يمثل المغنيسيوم mg12 3p4 ده يمثل السلفر s16 2p5 يمثل الفلورين f9 بيقول لك ذا compound which is هايست ان ميلتنج بوينت عنده اعلى ميلتنج بوينت على فكره عشان يبقى عنده اعلى ميلتنج بوينت لازم يكون ايونيك كومباوند ولازم يكون فيه difference في ديفرنس في النيجاتيفيتي عاليه جدا فانت لو جيت بصيت كده هتلاقي عندك ادي الفلورين وادي السلفر وادي المغنيسيوم وادي البوتاسيوم فابعد اتنين عن بعض هتلاقي البوتاسيوم مع الفلورين دول ابعد اثنين عن بعض في البريودك تيبل فيما عندهم اعلى فرق في النيجاتيفيتي فعندهم اعلى ميلتنج بوينت وطبعا الفلورين لازم يكون في اللعبه فعشان كده هنختار اي واحد اللي عنده اعلى ميلتنج بوينت موجوده هتلاقيه اللي هو الفلورين مع البوتاسيوم اللي هو دبليو مع اكس اللي هي الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه بعدين سؤال 152 بيقول لك from the following table the compound which least conduct electricity اقل واحد يوصل الكهرباء هو اقل معدن في استحماله للحراره فبالتالي يختار اقل واحد في استحماله للحراره هو اللي عنده ميلتنج بوينت قليله جدا وهو زد وعشان كده زد هو يمثل اقل استحمال حراره فاقل توصيل للكهرباء نيجي لاخر سؤال بقى معانا في تشابتر 3 وسؤال 153 بيقول لك from the following compounds the two elements x z r e طيب تعالى كده نحللهم واحده واحده زد انا ملاحظ ان زد عامل اربع بوندات حواليه فزد ده يمثل الكربون لأن الكربون بتعمل أربع بوندات حواليها فعلا وبعدين واي ده بيعمل بوند واحدة واي ده على فكرة زيه زي الفلورين والكلورين والحاجات دي كلها فبالتالي تعالى نفترض مثلا إن هو فلورين بيعمل بوند واحدة اكس بقى ده اللي هو يا سيدي بيعمل طلب بوندات وعنده لون بير ده زي النيتروجين على فكرة بيعمل طلب بوندات وبيبقى له لون بير فوق كده فكده استنتجنا ان زد زي الكربون وواي زي الفلورين وإكس زي النيتروجين، طيب بيقولك إكس بريسيد زد إن ذا سيم بيريود، بريسيد يعني بيسبقه، إكس قبل زد في البيريود لو ساعتك فتحت بريودك تيبل هتلاقي إن النيتروجين هنا مثلا والكربون قبليه، فكده إكس بريسيد زد لا هو العكس هو زد اللي بريسيد إكس لأن الكربون قبل النيتروجين، طيب. نيجي بعد كده اللي بعدها زد بريسيد X ان ذا same بيريد اه هي دي بقى الاجابه الصح ان زد قبل X في البيريد انت لو فتحت البيريودك تيبل زي ما قلت لك هتلاقي ان زد اللي هو الكربون وبعدين نيتروجين على طول ف... وطبعا الكربون كان بيتمثل بالنسبه لنا زد والنيتروجين بالنسبه لنا بيتمثل اكس ففعلا اكس بريسيد زد في نفس البيريد ممكن نكون خلصنا مع بعض اسئله تشابتر 3 تعالى بقى ننتقل لتشابتر 4 بالنسبه لتشابتر 4 حلينا مع بعض بعض الاسئله وكان في أسئلة عايزين نكملها في الفيديو فتعالى كده نكمل الأسئلة من أول سؤال 12 أول سؤال بيقول لحضرتك حلينا كل الأسئلة اللي قبلها The chemical formula of kernelite precipitate is The هو كان الأور بتاع المغنيزيوم بتاع البوتاسيوم آسف وكان هو KLCLMGCL2C.6H2O وده كان الفورميلا بتاعة الكارنولايت بعدين سؤال 13 بيقول لحضرتك by comparing the properties of alkali metal it's concluded that francium A الفرانسيوم هو كان عنده اكبر atomic radius فبالتالي the largest atomic radius هي الاجابة الصحيحة هي الاجابة بي بعدين سؤال 14 بيروح حياتك what is the correct classification of cesium oxide طبعا اي metal oxide بيكون basic oxide لان دايما الميتال بتعمل base وعشان السيزيوم كان في اخر الجروب من تحت وبالتالي يعتبر very strong base فعشان كده نختار very strong base هي الإجابة الصحيحة نفس الكلام سؤال 15 لك which of these hydroxide is more basic more basic يعني المعدن عنده radius كبير كل ما كان المعدن أكبر في radius كل ما كان basic أكتر فعشان كده راجل مديك الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم فبالتالي الروبيديوم عنده أكبر radius فبالتالي يبقى هو المور بيزك فعشان كده نختار الإجابة C هي الإجابة الصح سؤال 16 It's not normal for sodium to exist in oxidation state positive 2 ليه صعب على الصوديوم إن انت تخليه positive 2؟ والله الصوديوم NA11 توزيعته 281 بيفقد الالكترون الأخير ده بسهولة وبيبقى positive 1 إنما صعب يبقى positive 2 لأنه هيحتاج ساعتها يكسر complete energy level فهيبقى عنده second ionization عالية جدا فعشان كده الإجابة بي هي أصح إجابة بعدين سؤال 17 بيقول لك which of the following elements lose its valence electrons easier عشان يفقد الالكترونز بتاعته بسهوله لازم يبقى حجمه كبير واكبر حجم موجود في الاختيارات هو السيزيوم فعشان كده هو largest radius واسهل واحد يفقد الالكترونز 18 بيقول لك مين في دول يعتبر راديو اكتيف اليمنت الراديو اكتيف الوحيد اللي خدناه كان الفرنسيوم وكان بيوشع البارتيكلز بتاعته نيجي بعد كده ل 19 بيقول لك ليثيوم react with nitrogen في atmospheric air then water is added reaction بتاعت ال ال ده ساعتك ما تحفظهاش هو بيديك النص الأول وانت تستنتج النص التاني بيقولك لك لما الليثيوم تتفاعل مع النيتروجين طبعا ده كان بيطلع لحضرتك الليثيوم نيترويد بيقول لك بقى نحط مية على اللي هيطلع فهنمسك الليثيوم نيترويد نحط عليه شوية مية اللي هي ال HOH فطبعا positive negative positive negative ال LI مع ال OH تديك LI OH وبعدين الN مع ال H تدي لحضرتك الnh 3 اللي هو الأمونيا عشان كده نختار الأمونيا هي الإجابة الصحيحة بعد كده سؤال عشرين بيقولك which of the following represents the elements electronic configuration بتنتهي بالكريبتون KR وبعدين 5S1 طبعا الكريبتون اللي بي... اللي بيجي بعديه ال 5S بيقول لحضرتك it forms an anion with a charge positive 1 طبعا anion يعني حاجة نيجاتيف فبالتالي لو حاجه نيجاتيف مش هيبقى بينتهي ببوزيتيف 1 او مش هيتحول لبوزيتيف 1 لانه ساعتها هيعمل جين مش لوز ات فورم وذ اوكسجين ايونيك كومباوند اه ما هو ده بينتهي ب 5s1 يعني ده ميتال وطالما ميتال فهيعمل مع الاكسجين ايونيك كومباوند فبالتالي الاجابه بيه هي الاجابه الصح اتس اوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 بروتون لا طبعا ات رياكت اونلي وذ ميتال ما فيش معدن بيتفاعل مع المعدن فبالتالي ده يعتبر ميتال عشان بينتهي بال 5s1 وده من الالكلي ميتالز بعدين في سؤال 21 بيقولوا حضرتك what is the number of electrons found in the ion x negative 3 واتوميك نمبر 15؟ طبعا انا لو عندي x اتوميك نمبر 15 توزيعتها 5 نيجاتيف 3 يعني عملت جين لثلاثه الكترونز فشعيتها ال5 دي تبقى 8 فيبقى كده عدد الالكترون هيبقى التوتال 18 الكترون فعشان كده اختار 18 هي الاجابه الصح 22 حللناها مع كل المجاميع 23 each of the following is a property of rubidium except كل الحاجات الاتيه تعتبر property للروبيديوم ما عدا اولا it's kept under surface of organic oil طبعا قلنا كل الالكليمتر بنحطهم تحت الاويل زي الهيدروكربونز عشان الحاجات الاورجانيك بتحميهم من تفاعلات الهواء فبالتالي دي بتمشي على الروبيديوم عادي it's burned in pure oxygen forming acidic oxide الروبيديوم ده معدن مفيش معدن بيعمل acidic oxide دايما بيعمل basic oxide فدي الحاجه الوحيده اللي ما تمشيش عليه It's matter rust when being exposed to atmospheric air طبعا معدن هيصدي عادي react with chlorine forming and rubidium chloride RBCL أكيد لأن rubidium valence 1 و chlorine valence 1 هيبدلوا ويدي ال RBCL بعدين سؤال 24 بيقول لك what is the property X which is represented by the opposite figure the property X اللي هي موجودة على ال Y axis بيقول لك طبعا كل ما بنكبر ال atomic number بيزيد بروبرتي اكس دي فطبعا لو خدت بالك الهيدروجين بعديه على طول بيجي الهيليوم وبعدين الليثيوم وبعدين صوديوم وبعدين وهكذا نفضل ماشيين فتلاقي ان اعلى حاجه دايما بتيجي مع النوبل جازز وبالتالي دي تبقى الفيرست ionization انرجي الفيرست ionization انرجي هي اللي بتزيد كل ما بنزيد الاتوميك نمبر تبقى اعلى حاجه طبعا فيها هي النوبل جاز اللي بتكون موجوده فوق وكل ما بنمشي في البيريودز وتزيد الاتوميك نمبر الايونيزيشن انرجي بتزيد بعدين سؤال 25 which of these ions give green color during the flame test مين في دول بيدي green color طبعا احنا خدنا الليثيوم اللون بتاعه ما كانش جرين وخدنا السيزيوم اللون بتاعه ما كانش جرين انما النيتروجين نيجاتيف 3 في فيش حاجه نيجاتيف ليها اصلا فليم تيست فبالتالي الوحيد بالاستبعاد نيجي بالباريوم بوزيتيف 2 ولا يبقى لونه جرين وده يعتبر بالاستبعاد تعرف تجيبه بعد كده سؤال 26 بيقول لك صوديوم ميتال اسكيبت ان ايه طبعا الصوديوم ميتال معدن اكتف جدا بنحطه في ايه عشان نحميه بنحطه في ليكويد هيدروكربون زي الكيروسين اما السلفوريك اسيد والووتر والحاجات دي كلها يتفاعل معاها عادي بعد كده سؤال 27 ذا اوكسيديشن نمبر اوف ذا اليمنتس اوف فيرست جروب لو جروب 1 ايه بتبقى كام طبعا انت ابوزيتيف 1 لان كلهم بيلوزوا 1 28 which of the following process require a high amount of energy محتاجين انرجي عاليه جدا هنا عند حضرتك الصوديوم بيتحول لصوديوم بوزيتيف ده مش محتاج انرجي عاليه هنا صوديوم جايز يتحول لصوديوم سوليد اصلا مفيش صوديوم جايز تحول يتحول لصوديوم سوليد صوديوم بوزيتيف 1 يتحول لصوديوم بوزيتيف 2 اهي دي بقى اللي صعبه جدا نتيجه ان الصوديوم سهل عليه يفقد الالكترون لكن صعب عليه يفقد التاني 29 which of the following elements is synthetic يعني بيتصنع مقدرش ما اقدرش اجيبه ناتشرال ما في الطبيعه طبعا الروبيديوم والفرنسيوم والصوديوم كلهم الكليمتالز موجودين عادي في الطبيعه اما اللورنسيوم للاسف ده معدن مش موجود انت اللي سعادتك بتضطر ان انت تصنعه على فكره السؤال ده من اسئله المعاصر يكاد يكون بره المنهج شويه ولكن حبيت اجيبه لكم عشان لو راجل جاب حاجه زي كده all the following oxides can be formed when alkali metal react with oxygen السؤال ده حلناه مع كل المجاميع 31 all the following are properties of sodium salt except that the are كل الحاجات الاتيه تمشي مع الصوديوم ما عدا ايه بيضوف في المايه اه الصوديوم صولص بيضوف في المايه عادي جيف جولدن يلو مع الدراي تيست اه الصوديوم بيدي جولدن يلو جيف ديستنجوش كلر وين دي سولفد ان ووتر لما يضوف في المايه بيديك لون مميز لا ما بيديش لون ولا حاجه فبالتالي دي الحاجه الوحيده اللي ما بتمشيش مع الصوديوم بعد كده سؤال 32 حلناه مع كل المجاميع نيجي يعني بعد كده للسؤال 33 برضه اتحل مع كل المجاميع سؤال 34 حل مع كل المجاميع سؤال 35 all the following are among the properties of rubidium ما عدا كل الحاجات التي هي بتمشي مع rubidium ما عدا حاجة أولا all the following among the properties of rubidium it reacts with water producing hydrogen rubidium زي السوديوم يتفاعل مع المياه ويطلع hydrogen عادي can be divided to small pieces uses knife آه هو معدن ومعدن ضعيف فيقدر يتقطع فعلا it reacts with chlorine forming salt of formula RBCL2 لا الروبيديوم valency 1 زي sodium. كلورين برضو valency 1 لو بدلو يدي دي ار بي سي مش ار بي سي ال عشان كده دي الحاجه الوحيده اللي ما تمشيش مع الروبي دي. بعد كده 36 the proper method to extract cesium from its compound طبعا اي معدن من الالكلي ميتال بنستخرجه من الكومباوند ساعتها عن طريق الالكتروليسيس العمليه بتاعه الكهرباء اللي بتجيب فيها المولتن سولت تسيحه وتبتدي ان انت تحط فيه كهرباء في البوست بيطلع في ناحيه والنيجاتيف بيطلع في ناحيه وكلهم بييجوا بنفس الطريقه بعد كده نيجي لسؤال 37 حلناه مع كل المجاميع نيجي بعد كده للسؤال 38 بيقول which of the following ionic equation represents the solution of lithium nitride in water lithium nitride في المايه بيدي لحضرتك الـ LiOH وبيدي لحضرتك كمان الامونيا فعشان كده نختار الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه ودي الريأكشن اللي اتكلمنا عليها من شويه 39 بيقولوا حضرتك the melt of the compound which most conduct electricity most conduct electricity يعني يوصل الكهرباء بصورة قوية جدا طبعا كلهم ionic compounds لكن اكتر واحد يوصل الكهرباء هي الاجابة دي ليه بقى يقول لي الاجابة دي عشان السيزيوم مع الفلورين وانت لو فتحت البريودك تيبل هتلاقي الفلورين هنا وبعدين هتلاقي الصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم فاعلى فرق في النيجاتيفيتي هتلاقيه ما بين السيزيوم والفلورين فاكتر واحد يوصل الكهرباء السيزيوم مع الفلورين بعد كده بيقولوا حضرتك 40 صوديوم نايتريت دي كومبوزر من ايه طبعا الصوديوم نايتريت لما كنا بنسخنه كان بيدي حرارتك صوديوم نايترايت ومعاه اكسجين غاز فعشان كده يطلع لك اكسجين غاز 41 حلناه مع كل المجاميع 42 بيقولك ذا ايديال اوكسايد تو الكلي ميتال ام از ايه طبعا اي الكلي ميتال فيلنس ستات تو بون مع الاكسجين فيلنس ستات تو يبدلوا مع بعض يديك ام 2 او فبالتالي تختار M2O هي الإجابة الصح وهي الإجابة سي. <applause> 43 All the following reactions occur vigorously except any reaction كل الرياكشنز الآتية عنيفة بتطلع حرارة معادة. The Decomposition of potassium nitrate بيطلع حرارة وبيفرقع كمان. Alkyl metal with halogen vigorous reaction. Alkyl metal with water vigorous reaction. Alkyl metal with nitrogen هي اللي ما كانتش vigorous. 44 Sodium metal is extracted in industry by electrolysis of A كنا بنعمل electrolysis للمولتن sodium كلورايد. ما ينفعش سوليوشن لان الميه مش هتطلع لك المعدن بتاعك لازم يكون مولتن ويكون سايح فقط لا غير سؤال 45 حلناه مع كل المجاميع سؤال 46 بيقول لك ال RbO2 is a, a oxide طبعا RbO2 ده مش اوكسايد عادي شكله كده ولا بيروكسايد شكله كده ده سوبر اوكسايد شكله كده فده يعتبر سوبر اوكسايد واحنا درسنا السوبر اوكسايد زي البوتاسيوم -e بالظبط بعد كده عندك 47 بيقول لك which of the following oxide doesn't react with potassium hydroxide الفوتاسيوم هيدروكسيد ده بيز والبيز ما يتفاعلش مع بيزك اوكسيد الألمنيوم اوكسيد ده كان امفوتريك خدناه من الترم الاول الصوديوم اوكسيد ده بيزك اوكسيد لا يتفاعل مع البيز كربون دايكسيد ده اسيديك اوكسيد وده كمان اسيديك اوكسيد فالوحيد اللي لا يتفاعل هو ال -E 2 o 48 حللناها مع كل المجاميع نيجي ل 49 which of the following equation represents the reaction of cesium with phosphorus طبعا السيزيوم valency 1 الفوسفرس valency 3 فلما هيتبدلوا هيطلع حياتك CS3P فبالتالي أنهي إجابة من دول تمثل الإجابة الصح بالتالي سعادتك تختار الإجابة دي هي الوحيدة اللي هتطلع راحتك رياكشن مظبوطة أما الباقيين كلهم ده غلط وده غلط وده غلط الإجابة دي هي الوحيدة الصح 50 حلناه مع كل المجاميع نيجي بعد كده ل 51 بيقول لحضرتك في 51 which of the following represents the thermal decomposition of alkali metal nitrate الalkali metal nitrate زي الصوديوم نايتريت مثلا لما بنسخنه بيديك صوديوم نيترايت وبيطلع معاه اكسجين جاز فبيقول لك all of them decompose completely yielding metal oxide and oxygen لا مبيطلعش ميتال oxide they are oxidation and reduction reaction أو لا ما حصلش لا اوكسيديشن ذا اوكسيديشن نمبر اوف نيتروجين من بوزيتيف 3 لبوزيتيف 5 لو حسبت الاوكسيديشن نمبر بتاع النيتروجين هتلاقيه هنا على فكره الاوكسيديشن نمبر بوزيتيف 5 وهنا بوزيتيف 3 فهو العكس زي اور برودوسينج اوكسجين فعلا بقى كلهم بيطلعوا اوكسجين اكيد 52 which of the following which of the cations of the salt transfer sugar and the amino acids to uh, the living cells طبعا حته النقل الـ 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 الجلوكوز والامينو اسيد لل cells وكده الحته دي ملغيه فمعلش السؤال ده ما تحلوش 53 بيقول لحضرتك all the following reactions are being accompanied by explosion except كل دول بيحصل معاهم انفجارات ما عدا <البورش> partial decomposition of sodium nitrate طبعا ده ما كانش بينفجر نتيجه ان هو كان deliquescent deliquescent وكان بيمتص الميه من الجو عشان كده ما كانش بيحصل فيه انفجارات اما باقيين كلهم فيهم انفجارات عادي سؤال 54 بيقول لك 6 مول اوف مغنيسيوم رياكت وذ اكسس نيتروجين جاز تو فورم ايه طيب دلوقتي انا عندي الماجنيزيوم هيتفاعل مع النيتروجين ماجنيزيوم فيلنس 2 نيتروجين فيلنس 3 فهيديك ام جي 3 ان 2 لو سعادتك عملت لو عملت البالانس هتلاقي الماجنيزيوم هنا البالانس بتاعه 3 هو بيقول لك انا لو جبت 6 ماجنيزيوم. فساعتها اضطر اظبط البالانس بقى ما هي لو دي 6 ساعتها دي هتضرب في 2 ودي هتضرب في 2 فهيطلع 2 مول من المغنيسيوم نايترايد نتيجه البالانس وعشان كده نختار 2 مول من المغنيسيوم نايترايد هي الاجابه الصح 55 بيقول لحضرتك which of the following represent what happen on extracting metal from their ore by electrolysis عمليه الالكتروليسيس اللي كنا بنعملها بالراحه كده واحده واحده كنا بنجيب بيكر فيها مثلا NaCl وطبعا ال Na positive والكلورين نيجاتيف وطبعا كان بيجيب لنا الانود والكاثود ده بوزيتيف وده نيجاتيف ده بيمثل لك الانود وده بيمثل الكاسود فاولا كده الصوديوم كان مثل كان بيجري على الكاسود والكلورين بيجري على الانود فلازم اختار ان هيطلع عند الانود نان ميتال وهيطلع عند الكاسود ميتال فبيقولك عند الكاسود يطلع ميتال دي ممكن عند الانود يطلع ميتال مستحيل عند الانود يطلع نون ميتال ممكن عند الكاسود يطلع نون دي مستحيل فالاجابه الصح هي يا اما ايه يا اما سي طيب ايه ولا سي تعال نشوف عند الكاسود بيطلع ميتال اه بس ساعتها الصوديوم بيجين الكترون وبيتحول لسوديام اتوم بيرسبتيت انما دي معناها ان الاكس دي بتلوز الكترون فدي ما تنفعش فالإجابة الصح اللي تنفع معانا هي الإجابة C إشمعنى بقى C؟ لأن إحنا خدنا إن بيبقى عندك كلورين نيجاتيف بتلوز إلكترون عند الأنود وتطلع تبقى كلورين أتوم جاز وبنضرب دي في اتنين وبنضرب دي في اتنين فدي اللي تمثل الإجابة C اللي هي 2x نيجاتيف فقدوا 2 إلكترون اتحولت ل x2 بالمنظر ده. 56 بيقول لك نيتروجين دايوكسيد كان نوت بي اوبتيند باي هيتنج مين النيتروجين دايوكسيد ما بيطلعش عن طريق تسخين مين طبعا احنا خدنا البوتاسيوم نايتريت لما بيتسخن بيطلع لحضرتك بوتاسيوم نايتريت ومعاه اكسجين واكسبلوجن وعشان كده ده اللي مش هيطلع لحضرتك نيتروجين دايكسايد اما الباقيين كلهم طبعا نتيجه انت عارف اول اجابه انها مش هتطلع نيتروجين دايكسايد هتختارها على طول بعد كده سؤال 57 قال كليمات رياكت وذ هيدروجين فورم كومباوند ان ويتش ذا نمبر اوف ذا ميتال از ايه طبعا الاوكسيديشن نمبر بتاع الميتال دايما بوزيتيف 1 58 on burning sodium in pure oxygen oxide كونتيننج a طبعا الصوديوم مع الاكسجين في درجة حرارة 300 طلع لك ان اي 2 او 2 وطبعا الصوديوم كانوا positive 2 يبقى الاكسجين negative 2 يبقى الاكسجين الواحدة بنيجاتيف 1 فتطلع اكسجين نيجاتيف 1 ولكن لو كانوا اكسجينتين هيبقوا نيجاتيف 2 فاحنا عايزين اكسجينتين 10 نيجاتيف 2 فالاجابة الصح تبقى الاجابة دي في سؤال 58 بعد كده سؤال 59 بيقول لك all the following compounds are peroxides except peroxide يعني كل أتم معاها oxygen Na2O 2H2O2 K2O2 Fe2O3 هنا ايرنتين معاهم 3 اكسجينات فده مش بيرو اوكسايد بعد كده 60 بيقول لك in the following reactions ومديك reactions اللي قدامك all the following are correct except They are both neutralization reaction. طبعاً بيز مع أسيد بيسموها عطون neutralization reaction. فدي صح. بوز بيدينا صوديوم سولت ده صوديوم سولت ده صوديوم سولت the number of lone pair والله اللي انا عارفه عن الكلورين ان الكلورين عندها 3 lone اما بالنسبة للسلفر فالسلفر عند حضرتك طول عمره عندها 2 lone بس فعشان كده الكلورين اعلى من السلفر إيه هو بيقولك ان السلفر اعلى من الكلورين وطبعا دي اجابة غير منطقية خالص فبالتالي الاجابة دي هي الاجابة اللي مش بعدين سؤال واحد وستين بيقولك in the method of Solvay the W gas is dissolved in saturated solution X and when gas Y is passed in foreign mixture Z can be obtained which of the following choice represents the symbol W X Y Z طبعا جاز W ده كان الكربون دايكسايد gas اللي بنعديه في من الصوديوم كلورايد وكان بيطلع ساعتها في جاز واي از ان ذا فورمر mixture كان بيطلع كان بنحط كمان امونيا جاز عشان يطلع لك في الاخر الصوديوم باي كربونيت فعشان كده الاجابه بي هي ادق اجابه لان احنا كنا بنستخدم الكربون دايكسيد جاز اللي بندوبه في ان اي سي ال مع شويه ميه وكنا بنحط عليه شويه امونيا جاز عشان في الاخر يطلع لي الصوديوم باي كربونيت بعد كده سؤال 62 بيقول لك which of the following graphical figure represents the form of the precipitate when excess NaOH وخلي بالك من دي بتيجي كتير is added to do the different solution 1 gram من الكوبر 1 gram من الالومنيوم طبعا اتفقنا قبل كده ان الاكسس اماونت من بتخفي وزن الالومنيوم وبتخفي البرسبتيت فعشان كده لازم اختار الجراف اللي فيه البرسبتيت مخفي تماما بتاع الالومنيوم وعشان كده الاجابه دي هي اصح اجابه اللي ما فيش وزن اصلا للالمنيوم از بيرسبتيت هنا اهو فعشان كده دي الاجابه الصح بعد كده سؤال 63 بيقول لك ان ذا following ان بالانسد ايكويشن طبعا عندنا هنا الصوديوم كربونات والصوديوم هيدروكسيد تفاعل مع حاجه اسمها اكس طلع لي في الاخر واي ومع H2O كربون دايكسايد طبعا اتفقنا انه الصوديوم كربونيت دايما كان بيتفاعل مع الاسيدز وكان بيطلع طبعا ال Y وكان يدي لك كمان ووتر وكربون دايكسايد وعلى فكرة ال اللي هو بيز برضو بيتفاعل مع اسيد اللي هو X برضو ف X كده كده لازم يبقى اسيد فلازم اختار الاجابة اللي فيها اسيد و Y طبعا بيطلع لك صولت اللي بيطلع في نهاية صولت ووتر وما تنساش القاعدة الشهيرة اللي بتقول بيز بلس اسيد تطلع دايما سولت زائد ووتر بعد كده سؤال 64 بيقولك all the following statements represent correct chemical process except كل الحاجات الآتية تمثل حاجات صحيحة بتحصل ما عدا واحدة تعالى كده نشوف مين أولا potassium react vigorously with water صح hydroxide of alkali metal are strong bases صح potassium carbonate is not prepared by solvay صح عندنا صوديوم كربونات ليثيوم كلورايد دي سولف ان الكحول بات نوت ان ووتر لا ليثيوم كلورايد ايونيك بيدوب في الميه عادي فعشان كده هي دي الاجابه الوحيده اللي غير صحيحه 65 بيقول لك each اوف the following is the كل الحاجات الاتيه ديليكوسنت معادة ما عدا ما عدا البيور صوديوم كلورايد ملح الطعام ما يمتصش الميه من الجو الباقيين كلهم دي فعلا كانوا بيقولوا عليهم هايجروسكوبيك كمان 66 بيقول لك when sodium hydroxide solution is added to copper sulfate solution then the product is heated الـ اللي هيطلع ايه؟ بيقولك انا عندي كوبر سلفيت هتحطه على صوديوم هيدروكسيد طبعا ده كان بيطلع صوديوم سلفيت ومعاه كوبر هيدروكسيد اللي هو كان بلو perceptate بس لما كان الكوبر هيدروكسيد ده بيتسخن زي ما الراجل بيقول كان بيطلع الكوبر اوكسيد ومعاه ميه وطبعا الكوبر اوكسيد ده كان بلاك فعشان كده سعادتك تختار بلاك هي الإجابة الصحيحة بعد كده 67 هيدريتد صوديوم كربونات از نون از ايه طبعا الهايدريتد صوديوم كربونات صوديوم كربونات مبلول ده كان معروف باسم الواشنج صودا اللي هو كان عباره عن صوديوم كربونات مع 10 مولكيولز من الميه فده كان معروف باسم الواشنج صودا طيب 68 سولفاي سكسيد ان بريبيرينج واشنج صودا فروم ايه الواشنج صودا كان بيحضرها من التيبل صولت وعشان كده في 68 نختار الإجابة الصح هي التابل سولت وهي الإجابة بي. بعد كده 69 When drops of caustic soda solution are added to aluminum chloride A is formed طبعاً لما الـ caustic soda هو الـ NIH اتحط على الألمنيوم chloride كان بيطلع وايت precipitate بيختفي مع كمية زينا من caustic soda فنختار الإجابة B هي الإجابة الصح ومنساش الـ white precipitate اللي كان بيختفي 70 When sodium carbonate react with substance X which dissolve in water carbon dioxide gas evolve what is type of substance X طبعاً الصوديوم كربونات. لما كان بيتفاعل مع حاجة اسمها X ويطلع carbon dioxide فبالتالي كان لازم substance X ده يبقى اسيد عشان يقدر يطلع لك carbon dioxide فعلاً بعدين 71 what does happen when a sample of solid sodium hydroxide flakes is left in air for hour الصوديوم hydroxide ده كان بيمتص المية من الجو سعادتك لو سبته في الهواء لفترات طويلة فساعتها هيمتص المية فوزنه هيزيد فعشان كان اختار الإجابة C acquire more weight 72 which of the following substances are used in preparing sodium carbonate by solvase method أنهي إجابة من دول تمثل تحضير السوديوم كربونات عن طريق solvase method طبعا solvase احنا كنا بنجيب شوية أمونيا نحط عليها شوية مية ننفخ فيها شوية كربون دايكسيد وندلق فيها شوية صوديوم كلورايد فعشان كده لازم نختار الإجابة اللي فيها الحاجات دي فبتلاقي أول إجابة فيها كالسيوم ما تنفعش تاني إجابة فيها كالسيوم ما تنفعش تالت إجابة فيها كالسيوم ما تنفعش ما قدامكش غير الإجابة دي هي الوحيدة اللي تنفع واللي ما فيهاش كالسيوم طبعاً الصوديوم كربونيت ده بيتفك ويديك أمونيا عادي فبالتالي الأمونيا هتبقى عندك ومعاها الوتر ومعاها الكربون أوكسيد بعد كده نيجي لسؤال 73 on dissolving an amount of the flakes of substance X in water and then heating the produced solution then gas then passing gas Y in it the crystal Z separated what does the XYZ form بيقولك لما هنحط flakes قطعة من substance X in water نحطها في المية then heating the produced solution the produced gas هيطلع and crystals A are separated فطبعا كنا بنحط الفليكس تعال نشوف الاختيارات ان او اتش اه كان بيطلع كربون دايكسيد اه ده تحضير ال ان اتش لما تس... لما تسخن في الاخر بيطلع فعلا كربون دايكسيد وفي الاخر بيطلع ووشنج سودا فعلا هي دي الاجابه الصحيحه ودي اصلا كطريقة تحضير الووشنج سودا 74 بيقول لحضرتك ان 1 مول اوف ووشنج soda اللي هو طبعا كان ان اي 2 سي او 3 دوت 10 اتش 2 بيقول حضرتك زماس mass وزن المية ايه مقارنة بوزن الصوديوم كربونيت هو الراجل قالك الصوديوم كربونيت بمية وستة وبعدين الماية الواحدة بتمنتاشر وهم عشرة فتمنتاشر في عشرة 10 يعني مية وتمانين فطبعا وزن الماية مقارنة بالصوديوم كربونيت هو أكبر من الصوديوم كربونيت فهنختار لارجر زان الصوديوم كربونيت بعد كده سؤال خمسة وسبعين بيقول حضرتك هاردنس of اللي هي كانت بتشيلها طبعا الواشنج سودا is either temporary the presence of calcium carbonate or permanent دائمة as a result of presence of soluble calcium and magnesium and to remove the hardness the soluble salt should be converted to our insoluble salt كنا بنجيب الحاجات دائما في المياه لكي نلاقي نشيلها من المياه what are the proper methods to remove the water hardness in each case طبعا لو حركت خدت بالك انت لو عندك temporarily يعني عندك الكالسيوم بايكربونات. البيكربونيتس بالتسخين بيقدروا يتفكوا ويتشالوا عشان كده لازم اختار هيتنج فالاجابه A و وبي ما ينفعوش لازم اختار يا سي يا دي طيب الكالسيوم بقى والمغنيسيوم اللي دايبين كنا بنشيلهم دايما بالصوديوم كاربونيت فعشان كده تختار سي او دي الاثنين بالنسبه لي صح فبالتالي دي بس غلطه مطبعيه مش يجيب لك اثنين زي بعض فعشان كده اختار سي او دي الاثنين صح بالنسبه لك ده بالنسبه لسؤال خمسه ففي خمسه وسبعين زي دي الاثنين واحد بعدين 76 بيقولك salt solution react with each other to form water soluble salt and the water insoluble salt يعني في حاجه بتدوب وحاجه ما بتدوبش يعني perceptate insoluble يعني perceptate بيقولك what are the correct reactions product of one of the reaction of the salt بيقولك انهي تفاعلات من دول يطلع حاجه بتدوب وحاجه ما بتدوبش طبعا لو خدت بالك التفاعل ايه هيطلع لحياتك بوتاسيوم صلفيت وده خدناه صلب العادي انما المغنيسيوم كربونيت ده كان perceptate وعشان كده ده بيطلع واحد بيدوب وواحد ما بيدوبش فعشان كده الاجابه ايه هي اصح اجابه الباقيين كلهم ما ينفعوش بعد كده سؤال سبعه وسبعين بيقولك what is the correct choice which represents substance which dissolve in water forming aqueous solution؟ aquia solution يعني ما فيش perceptate يعني دايف في الميه solution معناها نو no perceptate فمين في دول اللي ما فيهوش أنت طبعا الراجل اللي عنده perceptate راجل عنده برستيت راجل ده فيه برستيت الوحيده اللي ما هي الاجابه بي فعشان كده في 77 نختار الاجابه بي هي الوحيده اللي ما فيهاش برستيت نيجي بعد كده ل 78 بيقول لك زينك هيدروكسيد دي ان اكسس ان اي او اتش بيدوب في الكميه الزياده من ال ان اي او اتش انلايك 3 هيدروكسيد غير الـ Iron 3 هيدروكسيد ده ما بيدوبش What is a pair of ions whose salt can be separated by using concentrated solution of sodium hydroxide اللي كمية مركزة من الصوديوم هيدروكسيد طبعا الألمنيوم كان بيختفي والزنك كمان بيختفي طيب أما الألمنيوم مع الأيرن اه الألمنيوم واحد يختفي والتاني لأ فعشان كده أقدر أفرق وأفصل الاتنين دول عن بعض هنا بقى الكوبر والأيرن الاتنين هيكونوا بريسبيت بوتاسيوم والصوديوم عادي بالنسبة لي ما عندهمش مشكلة مع الperceptates إنما الوحيدة اللي احنا عايزين واحد يدوب وواحد ما يدوبش نعرف نفرق ما بين الاثنين فنختار الألمية مع الاير بعد كده 79 بيقولك أن excess NaOH solution was added to solution X تحط على solution اسمه X so the perceptate Y and solution Z were formed which could be separated by a message ان the figure طيب بيقول لك في كمية زيادة من NaOH اتحط على solution X فتكون perceptate Y وفي سوليوشن زد هيدوب عادي جدا طيب لو سعادتك مسكت الاختيارات هتلاقي ان مثلا لو الكفر سلفيت حط عليه السوديوم هيدروكسيد مش هيكون سوديوم سلفيت بيرسيبتيت فدي غلط انما دي بتبقى صح كفر سلفيت لو حط عليه ان اتش يكون كفر هيدروكسيد بيرسيبتيت وصوديوم سلفيت سوليوشن عادي فعشان كده اللي تبقى ماشيه صح مع الاختيارات هي الاجابه بي هي دي اللي تكون بيرسيبتيت فعلا بعدين بالنسبه للسؤال 80 بيقول لك سوليوشن اكس يلد carbon dioxide by heating بيطلع carbon dioxide by heating فطبعا بيقولك and when it's evaporate a white substance remain this substance can dissolve in water forming a solution which when react with hydrochloric acid produce carbon dioxide what is the substance dissolved in solution X طبعا X ما ينفعش غير يبقى الصوديوم carbonate ليه؟ لأن الصوديوم carbonate ده حضرتك لما بتسخنه كان بيدي لحضرتك صوديوم carbonate ومعاه ووتر ومعاه كاربون دايكسايد وبقى الكومباوند اللي كان بيطلع ده بقى اللي هو الصوديوم كاربونيت لو عايز حطه مع ال HCl كان بيطلع لك كاربون دايكسايد تاني فعشان كده الإجابة الصح هي الصوديوم باي كاربونيت هي الإجابة دي يعني إن إيه بس إيه بتتكتب كده معلش مكتوبة بس غلطة كده نيجي بعد كده لسؤال 81 ولا يقولك which of the following oxide doesn't react or doesn't dissolve in sodium hydroxide sodium hydroxide ده بيز ما يدوبش فيه متل فعشان كده هنشوف ميتال اوكسايد فعشان كده تختار الإجابة بيه الوحيدة هي الإجابة الصح لأن ده ميتال أوكسيد. أما بقى أول واحد ده أمفوتيريك خدناه من الترم الأول وده بيزك وده, كما وده كمان ده أسف وده كمان أسيدك. فبالتالي دول ما ينفعوش دول هيتفعلوا عادي إنما اللي مش هيتفاعلوا مش هيدوب هو المغنيزيوم أوكسايد لأنه ميتال أوكسايد بعد كده نيجي لسؤال 82 بيقول لحضرتك when compound X is used with calcium carbonate and silicon dioxide in glass industry بيستخدم في صناعة الإزاز ولكن كومباوند واي بيستخدم في ديسولفنج السيلوز ان بيبر يعني بيستخدم في صناعة الورق فمين إكس ومين واي؟ طبعا خدنا الصوديوم كربونيت بيصنع الإزاز والصوديوم هيدروكسيد بيخش في صناعة الورق فعشان نختار الإجابة بي هي الإجابة الصحيحة 83 بيقول لك وات إز برودكت which is formed after several days when a hot solution of sodium hydroxide reacts with carbon dioxide in open vessel. طبعا لازم يطلع السوديوم كربونات ومع المية دي أصلا كطريقة تحضير السوديوم كربونيت بعد كده سؤال 84 بيقول لحضرتك في 84 The following table represents the results of adding two different solutions to an unknown X. في compound X مش عارفين نحط عليه حاجتين. حطينا عليه صوديوم هيدروكسيد وحطينا عليه امونيا سوليوشن على فكره الامونيا سوليوشن هي ال NH4OH لان دي امونيا دايبه في ميه مش امونيا عاديه امونيا سوليوشن فلما حطينا صوديوم هيدروكسيد كون وايت بيرسبتيت ولما حطينا كميه زياده البيرسبتيت ده اختفى ولما حطينا أمونيا هيدروكسيد كان وايت بيرسبتيت والبيرسبتيت مازال زال موجود لو حطينا كميه زياده من الامونيوم هيدروكسيد فبالتالي اللي كان بيختفي مع كميه زياده من صوديوم هيدروكسيد هو الالومنيوم فلازم اختار الالومنيوم هي الاجابه الصح 85 بيقول لحضرتك Solution X was added to each of the following Solution and the observation were recorded in the following Table. What is the Solution X type؟ بيقول لحضرتك Solution ده uh, X ده اتحط عليه Aluminium Sulfate اتكون White precipitate in Excess of X. ال Iron 2 Sulfate لما حطينا عليه نفس Solution اتكون Green White precipitate وال Copper 2 Sulfate لما حطينا نفس Solution اتكون عند حضرتك ال Blue precipitate فمين في دول يبقى الإجابات الصح؟ طبعاً اللي كان بيكون وايت مع الألمنيوم واللي كان بيكون بلو مع الكوبر، طبعاً الأيرن مش عليكم فكان الصوديوم هيدروكسيد اللي هو ال NUH وده اللي كان بيستخدم في التفرقة ما بين الألمنيوم والكوبر وعشان كده ساعدتك تختار الصوديوم هيدروكسيد هي الإجابة الصحيحة في سؤال خمسة وثمانية. نيجي بعد كده لسؤال 86 بيقول لحضرتك فور ستودنتس سبيكوليتد ذا فولوينج ريزلتس وين ووتر از ادد تو كي 2 لا معلش يا شباب كي او 2 اللي هو البوتاسيوم سوبر اوكسايد فايه اللي هيحصل بقى ووتر فريز ولا جاز ايفولف ولا بلاك بريسيت فورمد ولا هيت ريليس طبعا البوتاسيوم سوبر اوكسايد خدناه ان هو لما بيتفاعل مع الميه كان بيطلع لحضرتك البوتاسيوم هيدروكسيد وكان بيطلع ال H2O2 وكان بيطلع اكسجين جاز زياده وطبعا الرياكشن دي كانت لازم تحط الميه كولد عشان الرياكشن كانت بتطلع حراره هي رياكشن اصلا فبالتالي سعادتك هيطلع لحضرتك جاز ايفول وهيطلع لحضرتك هيت فعشان كده نختار 2 and 4 هي الاجابه الصح وهي الاجابه سي في سؤال 6 8 بعد كده 87 which of these substance is used manufacture of synthetic silk as well as reunion it يعني ببعض طبعا الصوديوم هيدروكسيد كان بيستخدم في صناعه السنثاتيك سيلك وبالتالي نختار ال -N -E h 88 بيقول لحضرتك: صوديوم هيدروكسيد react in each of the following hydrochloric acid وcarbon dioxide وsulfuric acid. طبعا الرياكشنز دي كلها كانت عندنا في المنهج مع ال HCl اللي كان بيطلع NaCl مع الكربون dioxide كان بيطلع صوديوم كربونات. مع ال H2SO4 كان بيطلع صوديوم sulfate. طيب بيقول لحضرتك بقى مين في دول تعتبر إجابات صحيحة؟ by adding HCl to salt C اللي هو الصوديوم سلفيت اللي هو ده اجاز ايفولف وتشتر لاي موتر تو تيربد او ميلكي لا ما ده لو حطينا عليه اتش سي ال بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف هيطلع ان اي سي ال اتش 2 اس او 4 لا هيطلع جاز ولا نيل طيب ذا ريزلت فليم تيست اوف سولت اي از نوت ديفرنت ذان سولت بي اه ما هو سولت اي وسولت بي الاثنين فيهم صوديوم لو ولعنا فيهم هيطلع نفس الفليم تيست وهيطلع نفس اللون اللي هو اللون بتاع الصوديوم اللي كان الجولدن يلو عشان كده الإجابة بي هي إجابة صح بعد كده نيجي لسؤال 89 بيقول لك upon the continuous addition of sodium hydroxide to solution X rapidly it observes that the precipitate disappear after its formation what is solution X طبعا اللي كان بيختفي مع كمية الزينة من sodium hydroxide هو كان الألمنيوم فلازم اختار الإجابة اللي فيها ألمنيوم 90 بيقول لك appetite is one of the ore phosphorus والأبيتايت هو كان قول والفوسفور هو دبل salt اوف ايه طبعا الأباتيت كان عباره عن caf اي 2 دوت سي 3 po 4 o 2 فهو عباره عن دبل صولت اوف كالسيوم فلورايد وكالسيوم فوسفيت وعشان كده نختار الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه نيجي بعد كده للسؤال 91 بيقول حضرتك which of the following choice is the correct graduation in the stability of the hydrides of group 5a طبعا الهيدرويدز كانت الاستابيليتي بتاعتهم بتقل من فوق لتحت فكان عندك الامونيا وبعديه كان عندك الفوسفين وبعدين الارزين اي اس اتش 3 وهكذا كل ما بننزل كانت الاستابيليتي بتقل فبيقول لك من الليست للموست ستيبل فلازم اختار ان الامونيا هي اعلى استابيليتي فعشان كده الاجابه بي هي اللي تمثل الامونيا فيها اعلى استابيليتي موجوده 92 البيزمس مولكيول ان ذا فيبر ستيت بيتكون من كام اتوم لو تفتكر معانا البيزمس كان بيتكون من 2 اتوم ودايما بيكون هو فيبر بي اي 2 انما هو صلب يبقى بي اي بس بعد كده 93 بيقول لك نيتروجين جاز از لايتر ذان اير اخف من الهواء سبرينجلي سولب water ما بيدوبش في الميه which of the following choice represents the method which cannot cannot be collect used to collect the nitrogen طبعا ما ينفعش تستخدم x ليه؟ لان انت لو دخلت النيتروجين من هنا ونيتروجين اخف من الهواء فهيطير لفوق فبالتالي مش هتعرف تجمعه انما هنا النيتروجين يتجمع عادي هنا النيتروجين يعدي ويتجمع عادي هنا النيتروجين ينزل ويتجمع عادي فبالتالي الحاجه الوحيده اللي ما تجمعش النيتروجين هي الاجابه ايه 94 بيقولوا حاجة حياتك ذا فوسفورس مولكيول ان ذا فيبر ستيت اوف كام اتم طبعا الفوسفورس كان بتتكون من أربعة اتمز في الفيبر ستيت فالفوسفورس كانت بتتكون من أربعة اتمز فعشان كده سعادتك تختار دي هي الإجابة الصحيحة في السؤال رقم أربعة نتيجة إن الفوسفروس كانوا تترا أتوميك وبالتالي الفوسفورس كانوا تترا أتوميك عشان كده تختار أربعة أتومز هي الإجابة الصحيحة بعد كده نيجي لسؤال خمسة وتسعين بيقولك أنتيموني وأرزينيك وبزموس دي إن إيه طبعا التلاتة دول كانوا موجودين في الطبيعة في صورة أوكسايز لا كلورايدز لا سلفيت لا سلفايدز آه ستة وتسعين the only metal in group 5A هو كان البزمس الوحيد اللي كان معدن الباقيين كانوا نون ميتال وميتالويد سبعة وتسعين بيقولك مين في دول كان أمفوتيريك أوكسايد الأمفوتيريك أوكسايد هو الأنتيموني أوكسايد إنما النيتروجين ده أسيديك بزمس ده ميتاليك والفوسفورس كان أسيديك بعد كده 98 وتسعين بيقولوا حياتك from the allotropic form of phosphorus من الأشكال أو الألوان المختلفة للفوسفورس إنه كان white and red waxy فبالتالي الإجابة سي هي أصح إجابة. 99 نيتروجين is أوكسدايز وين it converted فروم إي تو طبعا عشان يحصل عملية الأوكسديشن لازم الأوكسديشن نمبر يزيد. لو حسبت سعادتك الأوكسديشن نمبر زاد في أنهي إجابة من دول هتلاقيها الإجابة الوحيدة هي الإجابة دي. ليه بقى؟ لأن أنت لو حسبت النيتروجين هنا الأوكسجين نيجاتيف 2 النيتروجين هنا تبقى الواحدة بوزيتيف 1 إنما هنا النيتروجين لو جيت تحسبها الأكسجين نيجاتيف 6 النيتروجين بوزيتيف 6 يعني الواحدة بوزيتيف 3 فعشان كده من بوستيف 1 لبوزيتيف 3 كده الرقم زاد فكده يبقى حصل عملية أكسيديشن بعد كده بيقول لحضرتك في سؤال مية The oxidation number of nitrogen in hydrazine الهيدرازين كان عبارة عن N2H4 وده موجود عند حضراتكم في المنهج عايز يحسب النيتروجين هنا بكام طبعا الهيدروجين الواحدة positive 1 لاربعة positive 4 النيتروجين هنا يبقى negative 4 يبقى النيتروجين الواحدة هتبقى بنيجاتيف 2 في النهاية فعشان كده سعادتك تختار ان النيتروجين تبقى بنيجاتيف 2 في الهيدروزين 101 بيقولك الاتروبك فينومينا dont appear in مين خاصيه الالوتروبي ما بتظهرش في مين ما بتظهرش في البزمس نتيجه ان البزمس معدن وما كانش بيظهر فيه خاصيه الالوتروبي 102 وات از ذا الكترونيك كونفيجريشن اوف جروب 15 طبعا جروب 15 في البريوديك تيبل اللي هو جروب 5 اي زي مثلا لو انا همسك النيتروجين اوزعها هتبقى 1s2 2s2 2p3 عشان كده بختار ان يبقى الـ S فيها 2 والـ P فيها 3 وطبعاً الإجابة الأدق هي الإجابة A واحد يقول لها مثلاً طب ما معلش يعني ما هي إجابة C وD الـ S فيها 2 والـ P فيها 3 أه بس فيهم D sub level وإحنا ما عندناش D sub level في الجروب 5A ما كناش بنملى فيهم الـ D sub level بعد كده سؤال 103 بيقول لحضرتك element M can form the following compound M2 m 2 و3 وMH3 وHM3 in which of the following group M is located طبعا اللي كان ليه كذا اوكسيديشن ستيت ويمسك بكذا شكل مع الاكسجين والهيدروجين والحاجات دي هما كانوا جروب 5A لكن عندهم فرايتي في الاوكسيديشن ستيت زي النيتروجين مثلا بعد كده 104 بيقول لك ارزينيك اند انتيموني ار سيميلر ان ايه الاثنين زي بعض في ايه الاثنين زي بعض الاثنين في جروب 5A فعشان كده الاثنين زي بعض في النقطه دي 105 بيقولوا حضرتك what is of ions required to form units of calcium phosphate? طبعا الكالسيوم فوسفيت هو كان 3 po 4 O 2 لو عايز اعمل عشرة منه فانا محتاج بالتالي 30 كالسيوم و20 فوسفيت فعشان كده هختار الإجابة 30 و20 كالسيوم و20 فوسفيت عشان اقدر اعمل عشرة كالسيوم فوسفيت نيجي بعد كده لسؤال 106 بيقول لك some of elements of group 4a and 5a have several allotropic form. طبعا فورم. طبعا allotropic فورم كانت بتظهر للسوليد نون ميتالز كانت تظهرش لا للميتال ولا للجاز فعشان كده النيتروجين في اجابه ايه جاز انما الكربون والفوسفورس بيظهر لهم الالتروبي لان الفوسفورس ليه بعد كده نيجي ل 107 all of the following is correct about nitrogen except كل الحاجات الاتيه صح عن النيتروجين ما عدا حاجه بيقولوا حضرتك اتوميك سايز smallest of group 5a صح إلكترون نكتفتي أعلى حاجة في جروب 5A صح It can form through unpaired electron decibel level ما بيعملش بونز بقى بالديسب لفل ما عندروش ديسب لفل أصل 108 بيقولك An impure sample of air contain high proportion of ammonia and carbon dioxide What are the supplicants which should air be passed through to eliminate this gas؟ طبعا عشان نتخلص من الأمونيا كنا بنستخدم Concentrated HCL من الحاجات اللي بتشيل الأمونيا. وعشان اشيل الكربون دايكسايد كنت بستخدم الصوديوم هيدروكسايد او اي بيز زي البوتاسيوم هيدروكسايد فعشان كده الاجابه سي تبقى صح اجابه تقدر تتخلص من الاثنين باقي الاجابات كلها ما تنفعش اجابه 109 سؤال 109 بيقول لحضرتك ان الوي اوف كوبر ميتال كونتين 0.5 لحد 11% of metal X which increase the resistance of corrosion بيحمل معدن من الكروجن وفي 0.01 0.035 of element Y to increase the hardness ويخلي المعدن قوي فبيقول حياتك حضرتك بقى which of the following can represent X or Y طبعا الكوبر كان بيخش في البرونز اللوي وكنا بنستخدم الكوبر معاه التين ومعاه الفوسفرس وعشان كده سعادتك تختار الإجابة بي هي الإجابة الصحيحة لأن الكوبر كان بيخش مع التين والفوسفرس في صناعة البرونز اللوي بعد كده نيجي ل 110 بيقول حضرتك which of the following statement doesn't match with the properties of elements of P block مين في دول ما يتماشاش مع ال P block the last direction of located in sub level P صح their metallic property decrease in the same period from left to right لا بقى ده الكلام لا يتماشى تماما لان هو العكس صحيح الميتاليك property مش موجوده عندهم اصلا وهي النون ميتاليك هي اللي موجوده المشكله ان الميتاليك بروبرتي بتقل من الليفت للرايت لا هي الميتاليك بروبرتي بتزيد من الليفت للرايت فعشان كده الاجابه بي هي الاجابه الوحيده اللي مش منطقيه بعد كده نختار سؤال 111 بيقول لحضرتك which of the following two elements can form separately oxide MO2 ال MO2 ده اللي هو السوبر اوكسيد ده الشكل بتاعه طبعا لازم اختار الاجابه فيها بوتاسيوم فعشان كده اختار بوتاسيوم وكربون الاثنين بيعملوا ال MO2 زي الكربون دايكسيد وزي البوتاسيوم سوفيروكسيد الاثنين شكلهم ام او 2 زي ما انت شايف بعد كده سؤال 112 بيقول لك ذا فولوينج تيبل ريبريزنت ا سكشن ذا بريودكت تيبل قاطع لك حته كده من periodic table. ومديك A و B و C و D في أربع اختلافات كده اتجاهات مختلفة. What is the letter which indicates the element that characterized by the softness? طري and it vigorous reaction with water طبعا ال ال واللي كمان ليها vigorous reaction مع ماء هي الالكلي متال فلازم اختار الاجابة اللي موجودة في section الاولاني ده اللي هو الاجابة دي آه، نيجي بعد كده لسؤال 113 بيقول له حضرتك the two elements in the periodic table symbolized x و y element x عنده 7 electrons valency shell و y عنده 5 electrons في valency shell طيب دلوقتي لو انا عندي x مثل زي مثلا زي الكلورين 2 8 7 فالراجل ده كان valency 1 اما مثلا لو عندي Y عنده 5 الكترون زي سي مثلا 2 و5 فده كان فيلنسي 3 فبالتالي لو انا عندي X فيلنسي 1 وعندي Y فيلنسي 3 فتوزيعتهم هتبقى عامله ازاي هتبقى x 3 y او لو عايز تكتبها بالعاده هيبقى واي اكس 3 فعشان كده ساعدتك تختار واي اكس 3 اللي هي تمثل الاجابه دي في سؤال 113 بعد كده 114 بقى لك what is the common factor between the two groups of 1A and 5A ايه الحاجة المشتركة ما بينهم they both belong to S block مستحيل their elements form ions with negative لا group 1A forms negative they are both representative group or representative element لان ده في S block وده في B block كل اتنين representative elements 115 بيقول لحضرتك which of the following statements correct مين الحاجات هتلاقيها صح arsenic oxide is less acidic than the النيتروجين <applause> بنتاكسايد طبعا لان النيتروجين <applause> بنتاكسايد ده اسيديك انما الارزينك ده امفوتيريك فعشان كده الاسيدتي بتاعته اقل شويه. 116 بيقولك on heating solid yellow arsenic it becomes liquid and further heating من 100 ل 200 it becomes solid black arsenic by raising temperature ل 270 الكلر يبقى ايه؟ هي الفكره كلها الوان الارزينك ايه؟ كات يلو وكات بلاك وكات جراي فلازم اختار الجراي حتى لو انا مش عارف درجات الحراره. 117 which of these oxides more acidic مين في دول acidic؟ طبعاً الأسيدك لازم, لازم يبقى non-metal أي أسيدك أوكسيد لازم يبقى non-metal وعشان كده سعادتك تختار النون متال أوكسيد الوحيد اللي موجود وهي الإجابة دي بي. في 118 بيقولك إيليمنت X form the compound XCl3 و X2O3 و CEX3 but it doesn't form uh, the compound XCl5 مين إيليمنت X؟ طبعاً اللي كان دايماً يقدر ان يعمل كذا اوكسيديشن ستيت ويتفاعل مع ميتال ومع نون ميتال ويلوز ويجين وكل حاجه هو كان النيتروجين ولكن النيتروجين صعب يعمل اكس سي 5 نتيجه ان النيتروجين عنده اتوميك نمبر 7 فبالتالي توزيعته 2 و 5 فصعب ان هو يلوز ال 5 الكترون ويديها للكلورين نتيجه ان النيتروجين اصلا اقوى من الكلورين فبالتالي صعب الكلورين يسحب منه خمسة الكترونز بالتالي النيتروجين هو الوحيد اللي ينفع يعمل ده وده وده ولكن صعب جدا يعمل هذا الكومبوند. 119 بيقول لك the following figure represent a section in period in the periodic table. The section كده periodic table مديولك يقول لك which of the following statement is correct؟ مين الحاجات اللي تعتبر صح؟ طيب. Element V is more active than Y. V more reactive than Y. لا احنا قلنا كنا بننزل reactivity بتزيد. Metallic bond in W is stronger than V. W اقوى من V اه ما هو W ده مثلا يمثل المغنيسيوم و v ده مثلا يمثل الصوديوم فعشان كده المغنيسيوم اقوى من الصوديوم في الميتاليك بوند نتيجه الفالنس الكترونز الازيد شويه 120 بيقول لك which of the following oxides react with both acid and base forming salt and water طبعا دول الامفوتريك اوكسايدز اللي هم الانتيموني اوكسايد واي امفوتريك اوكسايد يتفاعل مع الاتنين نتيجه ان هو امفوتريك يشتغل كاسيد ويشتغل كبيز وده اللي اكدنا عليه في الاوكسيدز بعد كده سؤال 121 بيقول لحضرتك: the following figure represents a section in the periodic table ومديك السكشن قدام حضرتك اهو مديك شوية حروف عليه. بيقول لك: which of the following represents the element shown in the figure؟ بيقول لك: reaction of element L with water is more vigorous than M؟ لا قلنا كل ما بننزل vigorous تبتزيد. element L reacts with hydroforming compound in which the oxidation number is negative 1؟ طبعا هي دي الإجابة الصحيحة الوحيدة ده الـ اللي كانوا بيعملوهم الـ alkylometers. فعشان كده الإجابة B هي أصح إجابة. 112 بيقول لك which of the following elements that have the following electronic configuration its first ionization potential is the smallest. مين في دول عنده أقل first ionization potential؟ طبعا أقل first ionization potential دي بتكون مع المعادن فبالتالي أختار المعدن الوحيد اللي موجود وبالتالي أختار الإجابة D. دي. دي هو معدن عرفت منين من انه معدن لانه بينتهي بسري 3s1 يعني ده الكلمات وطالما قال كلمة مثل فهتلاقيه معدن ضعيف، First addition energy عنده قليلة جدا جدا جدا. بعد كده سؤال 123 بيقول لحضرتك: The opposite graphical figure represents the first addition of six consecutive elements. فيه ستة elements بيجروا ايه؟ ورا بعض. that lie between hydrogen and calcium. What is the sample of element A؟ طيب، element A واضح ان هو عنده اقل إينيزيشن بوتنشال موجود واقل إينيزيشن بوتنشال بتبقى من نصيب الالكلي فعشان كده هنختار الالكلي ميتال اللي موجود الوحيد وهو الاجابات دي اللي هي البوتاسيوم وكان الكلي ميتال ضعيف جدا يفقد الالكترون ستات بمنتهى السهوله بعد كده نيجي ل 124 which is the following include two elements don't have allotropic form ما عندهمش allotropy طبعا النيتروجين والبيزمس نتيجه النيتروجين كان نون ميتال والبيزمس كان ميتال فبالتالي ده كان جاز وده كان متال فما يظهر لهمش الوتروبيك فور 125 بيقول لحضرتك a gaseous element can exhibit 9 different oxidation states what is the number of groups that the element belongs to in the periodic table طبعا اللي كان بيجيب 9 oxidation states هم كانوا group 5A زي النيتروجين مثلا 126 which of the following two groups of periodic table each of them start with a gaseous element مين فيهم بيبتدي بجاز طبعا group 1A و 5A group 1A كان يبدأ بالهيدروجين، جروب 5a كان بيبدأ بالنيتروجين، فالاثنين بيبدأوا بجاز فعلا زي ما أنت شايف. بعد كده 127 which of the following compounds doesn't react with acid or base؟ مين في دول ما يتفاعلش مع acid ولا يتفاعل مع البيز؟ طبعا إحنا خدنا النيتروجين أوكسيد ده acidic يتفاعل مع بيز، صوديوم أوكسيد ده يتفاعل مع أسيد لأن ده ميتال أوكسيد، الصينيوم كمان بيتفاعل مع أسيد بالاستبعاد تقدر تختار أس سي أو ده يتفاعل مع أسيد ونوعيته عشان فكده بيقولوا عليه نيوترال أوكسيد وعشان كده ما يتفاعلش لا مع الأسيد ولا مع البيز 128 بي كيو ار اس ار فور كونسيكوتف اليمنتس أربعة أربعة إنسبريتك تيبل إف ذا فيرست اليمنت بي إز هالوجين إز ذا اليمنت بي ده هالوجين So which of the following represent the correct formula of one of its compound? طيب بيقول لك الأربعة دول ورا بعض يعني مثلا مثلا لو احنا افترضنا إن P ده هالوجين سيل فلورين يبقى Q ده اللي بعديه وهو النيان وبعدين ال R ده يمثل الصوديوم و S ده يمثل البوتاسيوم هما الأربعة إيه ورا بعض اتوميك نمبر 9 10 11 آسف ده ماجنيزيوم اللي بعديه على طول ده الماجنيزيوم MG12 بيقولك مين في دول بقى تعتبر اجابات صحيحه طيب تعال نشوف كده مع بعض واحده واحده سعادتك لو حللت الاختيارات اللي موجوده هتلاقي الاجابه بي هي الوحيده اللي تنفع ال ال يعني ليه اللي هو الار بي الار بي يعني صوديوم مع فلورين فطبعا الصوديوم فيلنسي 1 والفلورين فيلنسي 1 يتبدلوا فتتكتب ان اف اللي هي تتكتب ار بي بالمنظر ده ودي الاجابه الوحيده اللي تنفع بعد كده سؤال 129 بيقول لك كالسيوم هيدروكسيد رياكت وذ امونيوم كلوريد 3 كومباوندز ار How many of these products their stereo structure can be defined according to the number of lone pair and bond pairs of electrons in the central atom طيب <applause> لو سعادتك شفت الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو ال CaOH O2 ومعاه الأمونيوم كلوريد اللي هو ال NH4Cl cl بمنتهي البساطة positive negative positive negative فهتلاقي طلع كالسيوم كلوريد ده ايونيك ملوش علاقة بفيسبر سيوري خالص ولا اللون بير ولا بوند بير وده عندك الأمونيوم هيدروكسيد طبعا الأمونيوم هيدروكسيد ده يقدر على طول يتفك الحاجتين وهي الأتش H2O والأمونيوم وبناء عليه الأتنين دول بس هما اللي نقدر نمثلهم بفيسبر سيري واللون بير والبوند بير والقصة دي كلها فعشان كده هنختار 2 هي الإجابة الصحيحة 129 بعد كده نيجي ل 130 بيقول لك what can be noticed from in the fountain experiment fountain experiment كبتعرفنا حاجتين كبتعرفنا بتعرفنا الباسيسيتي بتاعت الامونيا البيزك بروبرتي بتاعتها انها بتدوب في الميه اللي هي البولاريتي بتاعت الامونيا فعشان كده نختار باسيسيتي اند polarity اللي هي السولوبيليتي يعني بتاعت الامونيا بعد كده 131 بيقولوا حضرتك when a wet rod uh, wetted with was concentrated hydrochloric acid exposed to ammonia a white dense cloud كان بيطلع ايه طبعا الامونيا لما كانت بتتعرض لهيدروكلوريك اسيد كان بيكون ال NH4Cl اللي هو ال White Clouds او ال White Fumes اللي كانت بتتكون اللي هو الأمونيوم كلورايد وبالتالي الإجابة إيه؟ هي أصح إجابة عند حضراتكم. نيجي بعد كده لسؤال 132 بيقول لحضرتك: A mixture of ammonia and nitrogen and carbon dioxide gas is passed in the apparatus in the opposite figure. What are the properties of gas X؟ طيب دلوقتي <applause> دخلنا الجاز دي كلها هنا تفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد طبعا الصوديوم هيدروكسيد بيسحب الكربون دايكسيد وبعدين عدناه على هيدروكلوريك اسيد هيسحب الامونيا يعني مين اللي هيتبقى؟ هيتبقى النيتروجين مين في دول بقى يمثل بروبرتيز للنيتروجين جاز؟ تعال نشوف كده مع بعض في 132 بيقول لحضرتك require red color when few drops of لاتمس لا اللاتمس مع النيتروجين ما كانش فيها red ولا حاجه react with metal forming nitrides اه بيتفاعل مع ميتال يعمل النيترايد زي الليثيوم نيترايد ليثيوم مع نيتروجين كان بيكون حاجه اسمها الليثيوم نيترايد بعد كده بيقول لحضرتك 133 الكالسيوم سيانامايد react with water forming مين؟ طبعا الكالسيوم سيانامايد هو ال CaCN2 ده كان بيتفاعل مع الميه اللي هي ال HOH وكان بيطلع حياتك انهي جاز كان بيطلع الامونيا جاز ودي كانت رياكشن موجودة عند حضراتكم وبناء عليه طلع لحضرتك الأمونيا جاز هي الإجابة الصح وبالتالي نختار الإجابة دي في 133 بعد كده بيقول لحضرتك 134 كالسيوم carbide combined with nitrogen gas in the presence of A دايما الكالسيوم كاربايد بيتفاعل مع النيتروجين او اي تفاعل بيحصل مع النيتروجين دايما في وجود الالكتريك سبارك او الالكتريك ارك بس طبعا الالكتريك ارك اقوى من الالكتريك سبارك وعشان كده نختار الايجابي 135 why nitrogen cannot react with magnesium except at high temperature ليه النيتروجين اصلا يا جماعه ما بيتفاعلش مع اي حاجه غير في درجات حراره عاليه نتيجه البونز القوي اللي جواه فبالتالي أصح إجابة إيه because it's difficult to break the covalent bond between the two nitrogen atoms لأن النيتروجين أتم بيكون ما بينهم ثلاث بوندات بالمنظر ده فعشان تكسرهم محتاج درجات حرارة عالية فعشان كده لازم تحتاج حرارة عشان يحصل أصلا ارتفاع وتكسر البوندات وتبتدي التفاعل يتم بعد كده في 136 بيقول لك oxidation number of nitrogen in the product of the reaction of magnesium nitride with nitrogen تساوي كام؟ طبعا المغنيسيوم مع النيتروجين كان بيطلع مغنيسيوم نايترايد فهو عايز يعرف الاكسجين نمبر بتاع النيتروجين هنا كام ساعتك لو حسبت المغنيسيوم واحده بوزيتيف 2 يعني 3 بوزيتيف 6 يعني دول نيجاتيف 6 يعني النيتروجين واحده بنيجاتيف 3 فعشان كده سعادتك تختار نيجاتيف 3 هي الاجابه الصحيحه بعد كده 137 بيقول لحضرتك في 137 أمونيا جاز can be prepared through the reaction of ammonium sulfate with mean طبعا الامونيوم سلفيت كان بيتفاعل مع مين كان بيتفاعل مع اللاي موتر ايه هي اللاي موتر؟ اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد وكان فعلا بيطلع لحياتك الامونيا جاز طبقا للرياكشن بتاع تحضير الامونيا اللي في المنهج 138 بيقول لك نيتروجين جاز كومباين ويز هيدروجين جاز فورمينج امونيا نيتروجين مع هيدروجين بيدي ايه امونيا وات از ذا بروبرتي اللي بتفرق ما بين النيتروجين والهيدروجين ايه الحاجه اللي ممكن تفرق ما بين النيتروجين والهيدروجين اند ذا ميثود اوف detecting الامونيا جاز from the figure والطريقة اللي بتقدر إن هي تكشف عن الأمونيا جاز في الأشكال اللي قدامك طبعا الأمونيا جاز كنا بنعرفه دايما باللاتمس فلازم اختار الإجابة اللي فيها لاتمس وعشان كده ساعتك هتختار الإجابة إيه هي الإجابة الصح طبعا الحاجة اللي بتراها إن هما non flammable إن الهيدروجين كان بيشتعل ويطلع زي ما تقول كده بوب ساوندز كده مع شعلة اللهب إنما النيتروجين لأ فعشان كده ال non flammability ما بينهم 139 بيقول لحضرتك during the preparation of ammonia gas from ammonium chloride calcium hydroxide was replaced by calcium oxide how does this affect the product of reaction لو احنا استبدلنا الكالسيوم hydroxide بالكالسيوم oxide ده ياثر على الرياكشن ازاي لو تفتكر the number of ammonia does not change عدد الامونيا هيفضل زي ما هو ولكن الفكره كلها ان الكالسيوم hydroxide مع مكان الكالسيوم أوكسيد مش هيفرق في أي حاجة وكده كده في الآخر هتطلع الأمونيا بالمنظر اللي حضرتك عارفه. نيجي بعد كده للسؤال 140 بيقول لك which of the following statement is correct مين من الحاجات الآتية تعتبر صح. أمونيا جاز can be detected upon leakage by its odor الأمونيا جاز ممكن نعرفها بالريحة بتاعتها طبعا ريحتها مميزة جدا جدا جدا. The solution of ammonia جاز in water form a blue solution ده لو حطيت لاتمس. أمونيا جاز تيرن كلينا موتر تيربت لا أمونيا جاز إز أن هيدرايت أوف نيتريك أسيد لا طبعا فبالتالي الإجابة الوحيدة الصح هي الإجابة A 141 بيقول لحضرتك which of the following represents the two reaction required for preparing two substances preparation in ammonia في حاجة من الحاجات دي بتك... ب... في reaction بيحصلوا بيكونوا حاجة من الحاجات اللي بتكون الأمونيا فتعالى كده نحل الإجابات مع بعض واحدة واحدة الكالسيوم آه آه الأمونيوم آسف آه كلورايد مع الكالسيوم هيدروكسيد ده كان بيطلع لحضرتك إن اتش 4 أو اتش وكالسيوم كلورايد ودي ما كانتش من الحاجات اللي بتصنع الأمونيا طيب هنا بقى الكالسيوم اوكسايد مع المايه ده كان بيطلع الكالسيوم هيدروكسيد وال NH4 مع ال 3 آسف مع ال كان يطلع NH4Cl اه اهو الاتنين دول بقى هما فعلا اللي طلعوا حاجات تكون لحضرتك الأمونيا وعشان كده تختار الإجابة بي هي الإجابة الصحيحة. بعد كده في 142 جاز illustrated in the following choice all or colorless كل الحاجات الآتية colorless which of them become colored when it's exposed to air معلش برضو الحتة بتاعت اللون بتاعت الجاز دي ملغية من على حضراتكم فدي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت في lesson 6 فدي ما تذكرهاش السؤال ده بعدين سؤال 143 بيقول لحضرتك امونيا ammonia gas react with nitrogen gas in a certain condition according to the equation الامونيا بيقدر يتفاعل مع النيتروجين ويطلع حياتك هذا الكومباوند which of the following represents this reaction مين اللي بيمثل هذه الرياكشن طيب the oxidation number of nitrogen the product is positive 2 لا على فكرة النيتروجين هنا مش positive 2 طيب آه بيقول لحضرتك the product is known as hydrazine اه ال N2H4 ده على فكرة معروف باسم الهيدرازين فعلا وده كان موجود في المنهج في الجدول بتاع درس النيتروجين the value of the angle between the bonds in molecule produced of hammer bush reaction equal كام طبعا هامر بوش reaction دي اللي كانت بتطلع الامونيا فالانجل في الامونيا كانت كام كانت 107 وهنا عمل ميكس لشابتر 3 مع شابتر 4 لو سمحت خلي بالك من أسئلة زي كده 145 بيقولك what is the reasonable well, explanation for the inflation of the sealed uh, uh, chips bags اللي بيخلي في انتفاخ لل الاكياس بتاعه الشيبسي ده عشان نخليها كرانشي وعشان ما يحصلهاش العفن اللي بيكون ممكن يتسبب في الشيبسي ده لفترات طويله نتيجه بتكون مليها طبعا بالجاز اللي ما يتفاعلش معاها عشان كده سعادتك تختار الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه بعد كده نيجي بعد كده لسؤال 146 بيقول لحضرتك في 146 ammonium chloride is formed from the combination of ammonia gas and hydrogen chloride which is the following represent accurately Lewis structure of the reactant طبعا صح إجابة تمثل الإجابة C لأن دايما الأمونيا عندها اللومبير بتاعه هو لومبير واحد بس بيمسك طبعا في الاتش دي ويكون الكويد ويكون الاتش H4CL فشكل الإجابة C الوحيدة هي اللي تنفع بعد كده سؤال 147 بيقول لحضرتك what is the difference between pH3 and NH3 طبعا ال NH3 كان اعلى في الاستابيليتي واعلى في البيسيسيتي من ال PH3 فعشان كده سعادتك هتختار الإجابة B هي الإجابة الصحيحة لأن ال PH3 has a lower ability to donate a long pair of electrons than NH3 نتيجة ال NH3 كان أقوى في النيجاتيفيتي فكان ستيبل أكتر وبيدي الإلكترونز بقوة أكتر 148 which of the following statement about Happer Bosch process is correct مين في <applause> دول صح؟ one of the reactant is obtained from air طبعا الرياكتنت بيجي من الهواء زي النيتروجين والهيدروجين اللي كانوا بيعملوا من الهابر بوش اللي بيحضروا الامونيا 149 بيقول لحضرتك which of the following equation is correct and balanced مين في دول صح وبالانسد لو ساعدتك رجعت الايكويشنز كويس الوحيد الصح هتلاقيها هي الاجابه دي نظرا لان الكالسيوم نايترايد فعلا كان مع الميه بيطلع الامونيا ودي البالانس بتاعها مظبوط والرياكشن مظبوطه جدا 150 بيقولك جاز X after liquefying is used in removing some kinds of pungent tumors what are the reactants which can be used in preparing جاز X؟ طبعا اللي كان بيعالج ال pungent tumors هو كان النيتروجين جاز فبالتالي مين في دول يقدر يكون لحضرتك النيتروجين جاز؟ الإجابة الوحيدة الصح هي الإجابة دي دي الوحيدة اللي تقدر تكون لحضرتك نيتروجين جاز بصورة طبيعية جدا جدا جدا, جداً. فبالتالي دي كانت طريقة من طريق من طرق تحضير النيتروجين جاز نيجي بعد كده السؤال 151 What is the scientific explanation that the fact of boiling point بتاعت الأمونيا أعلى من boiling point بتاعت الفوسفين؟ طبعا عشان الأمونيا بتعمل هيدروجين بوند والفوسفين لأ عشان كده سعادتك تختار الإجابة C أصح إجابة الأمونيا bind to each other by hydrogen bond unlike phosphine لأ 152 بيقول لحضرتك each of the following compounds decompose thermally yielding ammonia ما عدا كل الحاجات الاتيه لو اتسخنت تطلع امونيا ما عدا واحده مين في دول ما بتطلعش الامونيا طبعا ال NH4 NO2 دي ما بتطلعش الامونيا انما الباقيين كلهم لو اتسخنوا يطلعوا امونيا عادي جدا بعد كده 153 which of the following methods shown in the figure is used in drawing a nitrogen gas using concentrated sulfuric acid كان بي... بينشف النيتروجين جاز من الميه فطبعا الاجابه بيه هي الوحيده الصح ليه لان كنا بندخل الجاز من هنا إيه السلفوريك اسيد ياخد الميه بعدين يطلع نيتروجين جاز من هنا فعشان كده نختار الاجابه بي هتقولي لي ليه مش سي اقول له اصل سي مش هتوصل اصلا الجاز للسلفوريك اسيد فبالتالي لازم الانبوبه اللي داخله تبقى واصله جوه الليكويد والانبوبه اللي طالعه مش لامسه الليكويد اصلا 154 بيقول لحضرتك امونيا burns according تو the following equation الامونيا بتحترق نتيجة الإيكويشن اللي قدامك دي. What is similar? Similarity between all the reactants and the product gases in the previous reaction. ال ال الحاجة المشتركة ما بين ال reactants وال هي عبارة عن إيه؟ أولاً هم هل هم lighter than air؟ لا مش كلهم أخف من الهواء. لأن أنت عندك ال water vapor ده تقيل شوية. Springly saline water؟ لا مش كلهم بصعب صعب في الماء. الأمونيا بتضوب في الماء عادي. كلهم colorless؟ آه كلهم ملهمش لون فعلاً كلهم colorless. 155 بيقول which of the following statement represent what happened during preparation of ammonia in lab أثناء تحضير الأمونيا في المعمل اللي الأمونيوم هيدروكسيد is converted by heat into water and ammonia هذه دي إجابة صحيحة مليون في المية أما الباقيين كلهم إجابات خاطئة 156 to purify a nitrogen gas from the gases impurities mixed with it such as nitrogen dioxide والأمونيا لازم it's passed on إيه طبعا هنعديه عشان نشيل الامونيا ونشيل النيترون دايكوسيد لازم نعديه على اتش سي ال، اتش سي ال هو اللي كان بيشيل الامونيا وبالتالي هشيل مع النيترون دايكوسيد لان ده نون ميتال اوكسيد يعني اسيدك اوكسيد يتفاعل مع هذا الاتش سي ال، فعشان كده نقدر نشيل نشيل الحاجات دي بالاتش سي ال. 157 بيقولوا حضرتك on treating calcium cyanamide with water vapor under pressure ammonia gas is formed in the addition of mean. طبعا الريأكشن دي كانت موجودة وصريحة في المناك كان بيطلع لحضرتك الأمونيا ومعاها الكالسيوم كاربونيت نيجي بعد كده لمية 158 وخمسين بيقول لحضرتك in the opposite figure if the flask contain one milli of concentrated ammonium hydroxide what will happen at the end of the glass tube when it dipped in the beaker with contain 400 milli من الووتر Added to them drops of phenol phthalene indicator ده حاجة كده زي اللتمس. with heating the wall of the flask gently أولا إيه اللي هيحصل في العملية دي بالراحة كده واحدة واحدة بيقول لحضرتك دلوقتي أنا عندي بيكر أهي البيكر دي فيها مية فيها phenol phthalene في ده زي اللاتمس بالظبط وبيقول لحضرتك أنا هحط هذه الفلاسك وهدخلها في حين إن الفلاسك دي فيها أمونيوم هيدروكسيد أنا هو كده فبالتالي بيقول لحضرتك ايه اللي هيحصل امونيا جاس ديسنس فروم ذا flask تو ذا بيكر اند ذا كلر اوف water بيكوم بينك بصراحه الاجابه دي الوحيده هي تبقى الاجابه الصح ليه لان الامونيا فعلا هتدوب في الميه لان الامونيا بتدوب في الميه بسرعه جدا فبالتالي اللون الفينول في في وجود البيزك ميديم بيبقى بينك فعلا ولكن هي مش دي الازمه بقيت الاجابات كلها ما تنفعش واحد يقول لي مثلا ما خدناش بينك وما خدناش الفينول في سالين اقول له هو شبه اللاتمس فهي حاجه من بنك المعرفه كده ولكن تبقى عارفها بس مش اكتر لو سال حاجه زي كده لكن بينك بابلز ار فورمد ان بولز فلاسك اند بيكر لا طبعا ووتر رش اوت فروم ذا بيكر تو ذا فلاسك تو فورمينج ا بينك فاونتن برضه لا بينك ووتر رينز اوت Uh, from the beaker to the flask forming a colorless fountain برضو لا فبالتالي الإجابة الوحيدة الصح زي ما قلت لك هي الإجابة إيه لأن الأمونيا فعلا هيدوب في المية دي حاجة شبه الفاونتن إكسبرمت uh, بعد كده 159 بيقول لك أمونيا جاز is similar to phosphine gas in A الاتنين عباره عن ايه؟ الاتنين بي بيستقبلوا ال H positive لان الاتنين عندهم لون بير زياده يقدروا يعملوا بيه ال H positive مع coordination bond. 160 what is the process which occurs when ammonia gas is converted to nitric oxide and what is the change in the oxidation number طيب دلوقتي الامونيا جاز اللي هي الـ NH3 هتتحول لنيتريك اوكسيد اللي هو NO بيقولك العملية دي تمثل عملية ايه وتغير الاكسيشن نمبر هيحصل بكام طيب اولا النيتروجين هنا لو حسبتها تلاقيها بنيجاتيف 3 انما النيتروجين هنا لو حسبتها تلاقيها بوزيتيف 2 فطالما من نيجاتيف 3 لبوزيتيف 2 الرقم زاد يعني حصل اوكسيديشن فلازم تختار عمليه اوكسيديشن وتختار ان الرقم من نيجاتيف 3 لبوزيتيف 2 هي اللي جاب الصح 161 elements used in manufacture of matches and fireworks and bombs طبعا ده الفوسفورس هو اللي كان بيعمل هذه الالعاب 162 بيقول لك reaction of A doesn't produce ammonia مين في دول مش هتطلع ammonia طبعا دي كانت بتطلع ammonia ودي بتطلع ammonia ودي بتطلع ammonia الوحيدة اللي مش هتطلع ammonia هي الإجابة B بعد كده 163 بيقول لحضرتك في 163 which of the following data clarifies the reason of what driver prefer to fill their car tire with nitrogen instead of atmospheric air ليه الناس بتحط في الكاوتش بتاع العربيه نيتروجين مش الاتموسفيريك اير نتيجه ان النيتروجين بيستحمل اكتر من الاتموسفيريك اير والنيتروجين ما بيتاثرش بالحراره زي الاتموسفيريك اير فبالتالي سعادتك هتختار الاجابه الوحيده الصح هي الاجابه دي ان النيتروجين الراديوس بتاعه حوالي 47 بيكوميتر انما الاكسجين 66 بيكوميتر ودي معلومه بره المنهج شويه ولكن تقدر تستخدمها في هذا السؤال نتيجه النيتروجين بيستحمل اكتر شويه من الاكسجين الاكسجين بيت بيتاثر بسهوله بالحراره وبيتاثر بسهوله في البريشر والضغط والحاجات اللي زي كده بعد كده سؤال 164 بيقول لك antimony is used on large scale in manufacture of A to A Uh, which of the following a choice represent each one and two طبعا الانتيموني كان بيستخدم في صناعه الالويز اللي بتزود الهاردنس فعشان كده نختار الاجابه بي هي اصح اجابه موجوده uh, بعد كده 165 بيقول لك which of the following oxide dissolve to forming basic solution base يعني لازم يكون في معدن ومعدن فالاجابه الوحيده اللي فيها معدن هي الصوديوم اوكسايد وده ميتال اوكسايد فعشان كده لما يذوب في الميه يدينا بيز بعد كده سؤال 166 بيقول لحضرتك according <applause> to the following figure one of the phenomena which are studied by the physical chemistry is illustrated in the opposite figure what is the phenomena and what does x and y indicates for هنا بيقول لك في لايت دخل فاللايت ده انعكس من على هذه الشيء اللي اسمه x طلع لك حاجه اسمها y وطبعا الفينومينا دي اللي كانت بتاثر بالاضاءه هي الفوتو الكتريك فينومينا فهختار الاجابه هي سي دي اللي يقدر يبقى اكس اللي كان بيصنع في الفوتو الكتريك سيلز هو السيزيوم ما ينفعش تطلع الليثيوم وكان بيطلع الكترون ودي الفوتو الكتريك سيلز او الفوتو الكتريك فنومينا اللي كنا اتكلمنا فيها في تشابتر 4 في اول درس ودي خاصيه بيتميز بيها المعادن اللي حجمها كبير بعد كده 167 بيقول حياتك which of the following two substances react gas without yielding a gas مين في دول هيتفاعل مش هيطلع جاز فبالراحه كده واحده واحده تعمل رياكشن رياكشن وتشوف مين فيهم مش هيطلع جاز فعلا فسعادتك لو تفتكر لو عملت الرياكشن دي هتطلع لحضرتك NH4 NO3 ويطلع معاها شوية مية هنا الروبيديوم هينط مكان H0 طلع RBCL زائد هيدروجين جاز هنا بوزيتيف نيجاتيف مع بوزيتيف نيجاتيف هيطلع حياتك K2SO4 زائد اتش تو سي او اللي هو بيتفك ويطلع ووتر وكربون دايكسايد جاز هنا هيدي لحضرتك بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف هيطلع لحضرتك ال -E مع ال -H 4 اتش فور اللي هي في الاخر بتتفك حاجتين شويه امونيا جاز وشويه ميه فالوحيد اللي ما طلعش جاز هي الاجابه اي 168 <وصفح> 100، 100 ده السؤال اللي <chipset> قبل الأخير بيقول لك The following figure demonstrates the arrangement of the particles which form two different of solid substances دول حاجتين solid عايز أعرف هما مين. طبعًا substance X عبارة عن حاجة ماسكة في حاجتين صوديوم كلورايد هو إن A C ما ينفعش وده كمان ما ينفعش الأمونيا كمان ما تنفعش لأن هي مش حاجة solid magnesium كلورايد الحاجة الوحيدة الصح فبالتالي أختار الإجابة C هي الإجابة الوحيدة الصحيحة. بالمناسبة بقى ده كمان معدن ويمثل معدن المغنيسيوم على فكره المغنيسيوم كان اتوميك نمبر 12 يعني 282 يعني هتلاقي كل مغنيسيوميه حواليها 2 الكترونز بتحميها وعامله الكلاود حواليها اخر سؤال بيقول لحضرتك 196 which of the following represent the components of the gunpowder used in explosive اللي كان بيستخدم فيه الاكسبلوسيف لازم يكون potassium nitrate فساعتك تختار كلهم فيهم potassium nitrate ولكن بقى انت اول اجابتين بس اللي فيهم بوتاسيوم Nitrate فالاجابه الصح هي ايه بي الصوديوم Nitrate ما ينفعش كده فبالتالي دي مش تنفع عشان فيها كوسنت. فالاجابه الصح هي الاجابه الوحيده بي هي اللي ينفع تستخدم في صناعه الجون باودرز. وبكده نكون عدينا على كل اسئلة الريفيجن ولكن طبعا الاسئلة اللي شفتها قبل كده في الواجب وشفتها قبل كده في الامتحانات وعدت عليك في كذا مكان عشان كده كنت سريع شوية في الاجابات فاستأذنك لو عندك اي سؤال مش واضح بالنسبة لك تقدر تبعته لنا على طول على الجروب بتاعتنا او على الفيسبوك بيج عشان نقدر نجاوبك على اللي انت عايزه معاكم كل التوفيق ان شاء الله وان شاء الله تقدوا احسن اداء في الامتحانات كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله تبقى اجازة سعيدة على حضراتكم مستعدوا على خير لثالثة ثانوي اشوفكم على خير الى اللقاء وبكده نكون خلصنا المراجعة والفيديو بتاع حل المراجعة النهائية وبكده أنا مساعدتك معاك الملزمة ومعاك الحل بتاعها ومعاك الفيديو بتاع الحل مش ناقصك أي حاجة من حيث المراجعة تنتظر بس فيديو ليلة الامتحان اللي هو بتاع امتحانات المعاصر وإن شاء الله بإذن الله نعدي على كل الأسئلة وكل الأفكار اللي ممكن تقابلك عشان إن شاء الله تستعين بيها وتقدر تستغلها في حل الأسئلة وتبسيط لحضرتك المعلومات في الامتحان النهائي إن شاء الله كنت سعيد ان انا معاكم الترم ده وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير السنه اللي جايه في ثالثه ثانوي اتمنى لكم كل التوفيق خدوا اجازه محترمه ارتاحوا شويه عشان ورانا شغل كتير في ثالثه ثانوي ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد الى اللقاء